هاي هاي، هل يمكننا الحصول على كلب؟ ماذا عن الهامستر خاصتك؟ لم ينتهي ذلك على خير. أو سمكتك لم تعش سوى أسبوع. لا، عذراً يا صغيرتي. لا، أنت تدمرين حياتي، أنا أكرهك. ابقي هادئة، بماذا يمكنها أن تلعب؟ حتماً هي تحب ألعابها، لذا يمكنها أن تمتلك حيواناً أليفاً وهمياً. أترين كلباً من الكرتون؟ هو هو. ها؟ أوه، هل هذا لي؟ ها هو صديقي الجديد. ياي كلب. كان علي استخدام الكرتون. حلق يا كلبي، حلق. ها، الساعة الخامسة؟ يمكنني فعل ذلك، ربما الساعة السادسة أفضل. في الواقع سأتصل بك لاحقاً. أليس هذا مكتبي؟ لا، والآن أصبح قرية لباربي. جميل جداً، سأعمل في الغرفة الأخرى. وأخيراً بعض الهدوء والسكينة. ماما، هذا مخبأ باربي الخاص بي، ابتعدي. هل هذه المنطقة خالية من الباربي؟ وأخيراً لدي الكثير من الأعمال. ما هذا كله؟ أمي، هل تمانعين؟ ماذا؟ كفى، اذهبي إلى غرفتك. أنت قاسية. هيا، أنا مالكة هذا المنزل. لا أصدق ما تفعل، أين من المفترض أن ألعب؟ أها، مهلا، ماذا الآن؟ آني، أرجوك لا تبكي. لا، انظري إلى ما فعلت، ليس لديها مكان للذهاب إليه. إنها بلا مأوى الآن، ها؟ منحني هذا فكرة. لكن علي أولاً قص الكرتون، سأستخدم هذا التصميم، ثم أضعه بهذا الشكل، سأثبته باستخدام لفائف المناديل. انظروا، إنه باب، سأستخدم هذا الخيط لجعل الباب يعمل، أترون؟ ثم أغلقه بهذه الطريقة. وبما أنه منزل باربي، فسيكون وردي اللون. ستمنح الأعلام مظهراً مميزاً، هل تتفقون معي؟ آني، انظري إلى ما صنعته من أجلك. قلعة؟ مهلاً، تدا، تفضلي، أهلاً بك في منزلك. والآن لدي بعض الأعمال. أين كنت؟ مرحباً، أجل يوم الثلاثاء. ادخلي يا فتاة. قلعة جميلة. هاي، فيديو رائع. يا إلهي، هل غدا هو السادس عشر؟ مستحيل. أوه، كيف يمكن أن يحدث هذا؟ لم أبدأ في الدراسة حتى، سأظل مستيقظة طوال الليل. أوه لا، لا أصدق هذا. لنرى، هل درسنا هذا الشيء؟ حسنا، ضرب سبعة. يمكنني فعل هذا، هيا. مهلاً، هل هذا صحيح؟ أنا بالكاد أستطيع التفكير بشكل صحيح. أم الرقم 12؟ هل هذا حرف A؟ عزيزتي، هل تدرسين في وقت متأخر من جديد؟ أشعلي الضوء. حسناً، المصباح جديد. أعتقد أن الفيوز احترق، هذا فظيع. مهلاً، لدي فكرة. هل ترون هذا الكوب الورقي؟ سأرسم عليه مجموعة من القلوب بأحجام مختلفة، هكذا تماماً. المزيد هنا، هكذا، ثم أقصها، هذا ممتاز. هيا بنا، سأرسم قلباً آخر على هذه الدائرة، جميل وكبير هذه المرة. ثم كما توقعتم، هل تتذكرون الكأس؟ سأضع القطعة الدائرية في الأعلى، هكذا، هذا جيد. هل ترون كيف أضع هذا الكرتون؟ سأحفر حفرة صغيرة هنا، ثم أدخل قشة بشكل عمودي، ثم أدفع الكوب ليثبته بهذا الشكل، هكذا. سأضع الآن حبل مصابيح، لا تسقط الآن، ولدينا ضوء الآن. هل طلب أحد مصباح مكتب؟ هل هذا ضوء؟ لا أصدق، إنه رائع.
ويصنع قلوبا على الجدران. شكرا لك. بكل سرور. لا يزال لدي بعض المشكلات التي يجب حلها. هل أنت مستعد لبعض المرحي أيها الدب؟ مرحى، تستطيع القفز عاليا. أو لا، ماذا؟ ماذا فعلت؟ أنا متوحشة. آني؟ أمي، شاهدي ما حدث لدبي. أوه، لا تقلقي، أعرف ما يجب فعله. لا أحتاج سوى لشريط لاصق شفاف. سأقص قطعة صغيرة ثم ألونها بقلم وردي. أريد تغطيتها بالكامل، وبعدها سأضع شفاطة في منتصف الشريط اللاصق. والآن سألف شريط اللاصق حول نفسه، بعدها سأنفخ في القشة. أصبحت فقاعة مثالية. سأضغط على طرفها حتى أحكم الإغلاق، وقد صنعت فقاعات بأحجام مختلفة. يمكنني الآن لصقها معا. سأستخدم قلم تصحيح للرسم على شريط اللاصق، وسأبدأ بالدائرة الكبيرة ثم ألونها من الداخل، وبعدها سأرسم العينين ثم الأنف والفم. سيكون شكله لطيفا للغاية، وسأثبت أذنين من الورقة الأعلى. أوه، تأملوا جماله، كم هو طري ومحبوب. أوه آني، شاهدي ما صنعته. واو، كم هو جميل، أريد عصره فحسب. تفضلي، لكن ليس بقوة. فيو، أنت أعز أصدقائي، هيا لنلعب. على الغداء اتفقنا؟ أراك قريبا إلى اللقاء. أين حقيبتي؟ سأثبت لافتة هنا. أنا جاهزة لاستقبال الزبائن. لدي عميلة. مرحبا يا أمي. ماذا؟ مرحبا يا كلوي. أهلا بك في متجري، هل رأيت شيئا أعجبك؟ ليس لدي وقت لهذا. تريدين $34 مقابل تلك اللعبة؟ لا لا بأس، لدي الكثير من السلع الأخرى. ماذا لديك هذه المرة؟ طائر فلامينغو، إنه لطيف. هذا مغرين، ولكن لا شكرا عزيزتي، أحاول العثور على حقيبتي. لدي الحقيبة المناسبة، لقد وصلتني اليوم. هذه حقيبة يدي، مرريها لي. ليس بالمجان، ليس لدي أي نقود. لن تحصلي علي في هذه الحالة، أريد مالاً. ولكن حسناً، سأجاريك، انتظري عندك. أحتاج شيئاً من الحقيبة فحسب. أوه، كم هي لامعة. لكن لا يا أمي، لا أقبل سوى النقد. أنا في عجلة من أمري يا كلوي، ماذا يمكنني أن أفعل؟ مهلاً، خاطرت لي فكرة. نعم، أظن أنها ستنجح. سأحتاج لهذين القفازين وهذا الصندوق، وسأعود على الفور. سأبدأ بقص الصندوق إلى عدة أقسام، وسأحتاج إلى مسدس الغراء أيضاً. سأضع خطاً رفيعاً من الغراء بطول هذه القطعة، هذه كمية كافية. وبعدها سأثبت القطعة فوق المستطيل الكبير. سأضغط عليها لأسفل أتأكد من التصاقها، ثم أكرر العملية نفسها مع بقية القطع. وستحتوي القطعة الطرفية على فتحات صغيرة داخلها. بعدها سأحتاج إلى شريط ورقي، سألفه حول نفسه. أريده أن يكون ثابتاً ومحكماً، وسأترك جزءاً صغيراً دون لفه حتى أمرره داخل واحدة من الفتحتين. يبدو هذا جيداً. سأضع الغراء بطول حافة قطعة الورق المقوى المربعة. يساعدني أنني أرتدي هذين القفازين. سأثبت هذه القطعة على الصندوق، وهي أصغر منه قليلاً، لكن هذا الحجم هو جزء من الخطة. حان وقت القطعة الأخيرة. سأضع الغراء على ثلاثة من جوانبها فحسب، وسأثبتها بزاوية مائلة. أنا راضية عن هذه النتيجة. حان وقت تزيين الآن. سأضع الغراء على كل الحواف، ثم أغطي الصندوق بورق أسود اللون. لا أريد أي تجاعيد. وسأترك جزءاً إضافياً صغيراً لتغطية القطعة الخلفية، وبعدها سأضيف الورق المقوى الأبيض. وبهذا سأحصل على شاشة العرض ولوحة الأزرار. سأترك مسافات متساوية بين الأرقام. وأحتاج الآن إلى بطاقة ائتمان. فيو، لقد تم قبولها، وستخرج الفاتورة من الأعلى. أتمنى أن تعجب كلوي، لنكتشف ذلك. أحم، هل تقبلين البطاقات الآن؟ واو، كم هذا رائع. يحتاج كل متجر إلى آلة لدفع بالبطاقات. لقد بدأت تجارتي تتوسع. أيمكنني شراء الحقيبة الآن؟ ماذا؟ بالطبع. كنت أمل أن تقولي ذلك. سأضع البطاقة هنا، ثم أضغط لإتمام الشراء. سررت بالتعامل معك، تفضلي. أخيراً، يمكنني الخروج الآن. ما هذا؟ كيف سقطت تلك البطاقة؟ هل هذه مسحة؟ كيف؟ ماذا سأفعل الآن؟ إنه العرض وطلب يا أمي، أنصحك بتجهيز بطاقة ائتمانك. فروم فروم، يا لصرير الإطارات. بيب بيب، لقد كان الاصطدام وشيكاً. ابتعد عن طريقي، لا يمكن لشيء إيقافي. لا 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 لا، أنظف الغرفة بالمكنسة. أشعر بحيوية كبيرة. هل هناك ما هو أجمل من ذلك؟ لحظة واحدة، لندعس البنزين. فروم، ووهو، أسرع أسرع. كيف أصبح المنزل في هذه الحالة من الفوضى؟ ماذا؟ لقد توقفت المكنسة عن الشفط. ما مشكلتها؟ لا أفهم السبب، إنها لا تعمل. كم هذا غريب، ما الذي حدث؟ كان يجب أن أتوقع هذا.
مرحبا يا أمي، لننطلق. حقا يا كلوي، هذه مكانها في النفايات. أو دائما ما تفسدين متعتي. لكن بعد تفكيري مليا، هذا ليس عدلا. مهلا، لماذا تنظرين إلي بهذه الطريقة؟ لدي فكرة، سأقص علبة البيتزا إلى عدة أجزاء، وبعدها سأحضر مسدس غرائي. سأبدأ بهذه القطعة وسأضع الغراء بطول حافتها. هذا يكفي، ويمكنني الآن لصقها بهذا المستطيل الكبير. سأكرر العملية على الجانب الآخر. وقد أحضرت شريطا طويلا من الورق المقوى، وهذا سيتيح لي ضي الورق المقوى وتشكيله. سأستخدم الغراء لتثبيته في مكانه. يمكنني وضع هذه جانبا الآن، وقد صنعت فتحة في غطاء المشروبات الغازية. سأمرر شفاطين عبره. أريد أن تكون القياسات مضبوطة، ولا أريد أي فراغات، ولهذا سأستخدم مسدس الغراء لتثبيتها. سأمر بغراء حمل الجزء الخارجي من الغطاء. لقد صنعت فتحة صغيرة في الجزء العلوي من الورق المقوى، ويمكنني تمرير شفاطين عبرها ليخرج من هذه الفتحة. وبعدها سأحتاج المزيد من أغطية المشروبات الغازية. سأمرر عودا خشبيا داخل الشفاط، ويجب أن يكون الشفاط أقصر من العود الخشبي قليلا. وسأضع غطاء مشروبات غازية على كل طرف، ثم أستخدم الغراء لتثبيت كل شيء في مكانه. لنجربها. واو، شاهدوها تنطلق. سأثبت العجلات أسفل الورق المقوى، وسأضيف بعض اللمسات النهائية كالأضواء والنوافذ. وبعدها سأضع هذا البالون فوق غطاء المشروبات الغازية. سأنفخ البالون، وقد حان وقت تجربة القيادة. انتبهي. ماذا؟ ما هذا؟ واو، إنها رائعة. كنت واثقة أنها ستعجبك. أشكرك يا أمي. على الرحب والسعادة عزيزتي. كم أنا متحمسة لتجربتها. أعتقد أنها جاهزة. شغلي محركاتك. يا لها وعلا، قد أحببتها. كم هي سريعة. أولا أولا، ستصطدم. ويحي، عذرا يا أمي. آمل أن يكون لديك تأمين. كان يجب أن أفكر في ذلك من قبل. لنفعلها. كم هذا حماسي. استمري يا أمي. واو، هذه الجميلة، يمكنني النظر إليها طوال اليوم. إنه تجسيد للجمال. أعتقد أنني واقع في الحب. هيا، فعلتها. أوه، ليس هناك شيء لا تستطيع فعله. إنها الفتاة المثالية. مدى؟ لقد تعرضت لحادث صغير. هذه مشكلة. الشريط اللاصق لديه تفكيري الخاص. أعرف ما يجب فعله. سأقص قلب المحبين من قطعة كرتون. سأحتاج إلى 2. هذا ما أحتاجه. سأغطيهما بالورق المقوى الوردي، وبعدها سأحتاج إلى لف هذا الشريط من الكرتون بالورق المقوى الوردي. أنا ألفه بالكامل. سأحتاج إلى إضافة الغراء. أستطيع إغلاقه الآن. يبدو هذا جيداً. سأحتاج إلى عصا الغراء لهذا الجزء التالي. سأدهن الغراء على شريط الكرتون بالكامل. لا أريد أن أفوت أي جزء. هذا هو الجزء الصعب. أحتاج إلى لفه حول قلب الحب. سأترك قسماً صغيراً مفتوحاً. سأضع لفة من الورق المقوى في المنتصف، ثم أثبت شفرة مشرط على الجزء الخارجي من القلب. بعدها سأخذ قطعة ورق مقوى طويلة. سأصنع فتحات صغيرة بطول أحد الجانبين، وسألصق هذا الشريط على القلب الآخر. سألفه حول الحافة، وسأضطر إلى تغطية الكرتون بالكامل. سأضع لفة من الشريط اللاصق في الداخل، ثم يمكنني وضع الغطاء في الأعلى. آلة توزيع الشريط اللاصق هذا هي ما تحتاجه هازل بالضبط. هذه من أجلك. واو، لنجربها. إنها رائعة. لقد جعلت حياتي أسهل بكثير. شكرا يا مايلز. نسيت أن أكمل رسمي. يبدو فظيعا. إنه فظيع نوعا ما. انتظر، أعرف ما يجب فعله. صحيح، هذا يبدو أفضل بكثير. صار وكأنه عمل فني. شكرا يا هازل. كان هذا لذيذاً. لقد كنت بحاجة إليه حقاً. حان الوقت لرقصة سريعة. سأضع هاتفي هنا. أنا أبدو جيداً. ويحك، ابتعد من هنا. أنت لئيمة. يفعل ذلك في كل مرة. أين توقفت؟ حسناً، لا بأس. سأستخدم صندوق شطائري. لا، هذا لم ينجح. هل تواجهين بعض المشاكل؟ ستمسك قطتي بالهاتف من أجلي. لماذا لم أفكر في هذا من قبل؟ من الصعب مشاهدة هذا. ما هذا؟ لحظة واحدة، أعتقد أنه يمكنني استخدام هذا. نعم، ستنجح الفكرة. سأبدأ بلف قطعة من الكرتون. أريد صنع أنبوب صغير، والآن سأحتاج إلى شريط لاصق. سيثبت هذا قطعة الكرتون. سأفعل هذا على كلا الطرفين. لا يبدو الأنبوب جيداً، لكني أستطيع إصلاح هذا.
سأغطيه بورق أبيض، وبعدها سأقص 3 دوائر من الكرتون وسأصنع فتحة في 2 منهم، ثم سأكدسهم فوق بعضهم البعض وأغطي الدوائر بالورق المقوى. سأضع الأنبوبة في الفتحة، وبعدها سأحتاج إلى شريط من الكرتون، ثم سأضع لفة من الكرتون داخلها. لقد قصصت المزيد من الدوائر. سأضع الغراء على أحدها ثم ألتقهما معا. سيكون هذا هو الوجه وهذه هي أذنها. سأضيف أنبوبين في الأسفل، وبعدها يمكنني وضع هذا الجزء على الحامل. هزل، انظري هنا. يا للروعة، هل هذا ما أعتقد أنني أراه؟ سيحل هذا كل شيء. أنت عبقري يا مايلز. هيا أدخل في زاوية التصوير. أتعنين ذلك حقاً؟ نعم، أنا وقت السيلفي. يا إلهي، أو رائع. بسكويت لذيذ، هذا جيد حقاً. حسناً، حان وقت العودة للعمل. لا أريد هذا القلم، سأحتاج إلى ورق الملاحظات اللاصق هذا. هناك شيء مريح للغاية في إعداد المخبوزات. ها؟ ماذا؟ لقد نفد الطحين. نسيت أن أشتري بعضه من المتجر. استراحة لتناول الوجبة الخفيفة. أحتاج إلى الحفاظ على صحتي. حسناً، ماذا يمكنني أن أفعل؟ سأضيفه إلى قائمة البقالة. أين ذهب ورق الملاحظات اللاصق؟ أنا متأكدة أنه كان لدي الكثير منه. هذا يفسر الأمر. هذا هو أفضل عمل لي حتى الآن. لا تستخدم كل الورق يا حبيبي، فأمك تحتاجه. سأترك ملاحظة سريعة فحسب، لن أنساه الآن. سألصق هذه على الثلاجة. لا مشكلة يا أمي. ها نحن ذا. أشعر بالجوع، دعونا نرى ما يوجد في الثلاجة. يا إلهي، ماذا؟ لماذا توجد ألعاب الإسفنجية في الثلاجة؟ ليخمن الإجابة. لقد أخبرتك بهذا من قبل يا مايلز، لا تضع ألعابك هنا. رغم أنني أتمنى لو كانت حبات دونات حقيقية، فأنا أستطيع أن أكل الصندوق بأكمله. أعتقد أن هذه تخصك. لا يا أمي، يجب إعادتها إلى الثلاجة. هذا يحدث باستمرار، لابد أن يكون هناك شيء يمكنني فعله. هذا يعطيني فكرة. ها؟ هل قلت شيئاً؟ أنا بحاجة إلى هذا الصندوق. سأبدأ بعمل قطع في المنتصف. أريد تقسيمه إلى قسمين، والآن سأضطر لتزيينه. سأغطيه بالورق المقوى الأزرق. سأتأكد من أن الغطاء يناسب الصندوق، وبعدها سأمسك بعصا الغراء. سأدهنه على كل أجزاء الصندوق. سأبدأ بالقسم السفلي، والآن سألصق الورق المقوى الأزرق عليه. أريد أن أصنع غطاء مفتوحاً. سأفعل الشيء نفسه على الجزء السفلي، والآن سألصق ورقا لاصقا على الجزء السفلي. سأضع الملاحظات اللاصقة في الجزء العلوي، فأنا أعرف كم يحب مايلز استخدامها. سأغلق الأغطية، وقد صنعت مقبضا من الورق المقوى الأبيض. سألصقه هنا، هذا يسهل فتحه ويبدو مثل الثلاجة تماما. يا مايلز، انظر ما لدي هنا. واو، هذا رائع. واو، هناك مساحة كبيرة، سأضع أقلامي فيها. كانت هذه هي خطتي. هذا مثير للغاية. انظري يا أمي، أنت تقوم بعمل رائع يا مايلز. هذا هو آخر قلم. سأعيد الغطاء إلى مكانه. سأضع ملصقاتي بالداخل. مهلاً، ما الذي يوجد هنا؟ واو، ورق الملاحظات اللاصق. يزداد الأمر جمالاً. هذه من أجلك يا أمي. كم هذا لطيف. أعتقد أنك تستحق مكافأة. جزرة، هذا يوم حظي. واو، حجمها مناسب للثلاجة، ثلاجتي الصغيرة. ماذا؟ مايلز، لا عليك. ماندي، عيد ميلاد سعيد. هل فعلت هذا لأجلي؟ يا لها من مفاجأة جميلة. لدي شيء لك، أمل أن تعجبك. هذا مثير للغاية، أتوق لفتحها. واو، هل أحضرت لي ساعة؟ هذا رائع، لا أصدق هذا. هل يمكنك مساعدتي؟ ها هي. لست متأكدة من هذا، لا أعتقد أنها تناسب ذوقي. حسناً، هل أعجبتك؟ أجل، بالطبع. حسناً، آسفة يا مالي، لم تعجبك؟ إنها ليست وردية بما يكفي. لم أفكر في ذلك. لقد أفسدت عيد ميلادك. أهلا، لحظة، يمكنني استخدام هذا الصندوق. شاهدي هذا، ما رأيك؟ هذا أفضل، إنها جميلة وأنيقة. إنها رائعة، أنت عبقرية في الموضة. أجل، أنا أعرف ذلك. ماذا تفعل؟ حسناً، لقد فهمت. انتبهوا جيداً أيها الطلاب، هذه مسألة صعبة، لكنني سأحلها مرة واحدة. حسناً، الآن دورك. هيا يا ماندي. أنا دعيني أفكر. الإجابة هي 4. ارفعي صوتك. 4. قوليها مجدداً. لا أستطيع سماعك. حقاً، قلت 4. 4. لا، ما زلت لا أسمع. هذه هي المرة الأخيرة. 4. 4. 4.
لا أنا لا أستطيع سماعك، أنت هادئة للغاية. أربعة. ماذا؟ أوه هذا مزعج للغاية. آسفة سمعي ضعيف قليلا. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. مهلا لدي فكرة. من الأفضل أن أبدأ العمل. سأصنع إطاراً من قطعة من الورق المقوى. هذا مثالي. سأضع بلاستيك أبيض تحته وسأقصه الآن. حان الوقت لتزيينه. هذان المثلثان سيكونان الأذنين. بعد ذلك سأحتاج إلى قلم أسود. سأرسم عينين. الآن سأضيف أنفاً صغيراً ولطيفاً. ثم سأضيف بعض الشوارب. يمكنني الآن إضافة بعض التفاصيل الصغيرة. حسناً سيفي هذا بالغرض. لنجرب هذا مجدداً. يجب أن ينجح هذا. سأرسم رقم 4 على البلاستيك. الإجابة هي 4. أوه صحيح. لماذا لم تقولي هذا؟ أحسنت عملاً. لقد تمكنت من حلها. أحسنت. لقد أثرت إعجابي. استغرق الأمر بعض الوقت لكننا نجحنا في النهاية. أبدو جميلة. لقد كنت أتدرب على شكل فمي في الصور. أحاول التركيز. علي تعلم هذا. أو معدتي تقرقر. أحتاج إلى شيء أتناوله. لكن لا بأس، لدي بعض الوجبات الخفيفة في حقيبتي. حلوة لذيذة. أحب الديدان الهلامية. إنها غضة ومطاطية. لذيذة. هل يمكنني الحصول على واحدة؟ أرجوكي أرجوكي. حسناً تفضلي. أوه أجل إنها لذيذة. إنها مذهلة. حسناً أعتقد أنها تحب الحلوى. لحسن الحظ لدي المزيد. سأتذوق هذا الفشار. يبدو لذيذاً. لقد استمتعت بهذه الحلوى. هل يمكنني تذوق الفشار؟ هيا سيكون هذا ممتعاً. خذي فحسب. أنت الأروع. سيعجبك هذا. هل أنهيتي بالفعل؟ هل تمضغين طعامك حتى؟ أمل أنها لا تحب رقائق البطاطس. أو الرقائق هي المفضلة لدي. هل يمكنني أن أتذوقها؟ هل تمازحينني؟ أعطيني. لذيذة جدا. لن أسمح بهذا. لدي فكرة. مهلا، هل هذا الرجل العنكبوت؟ سأضع الرقائق في غطاء رأس مندي. علي الإسراء. أعتقد أنه فاتني. لا تهتمي، لدي ما سيبهجك. سأقص قلبا من هذا الورق المقوى. وسأرسم الآن خطا على الجزء السفلي. يجب أن يكون مستقيما. ثم سأرسم المزيد من الخطوط. ثم سألصق دائرة كبيرة صفراء في المنتصف. ثم سأضع دوائر أصغر على قطعة الورق المقوى. يمكنني قلبها الآن. سألصق قطعة من البلاستيك على القلب. سأتأكد من أنها مسطحة. ثم سأطوي جانبا واحدا من قطعة الورق المقوى. سأمرر إصبع الغراء عليها. الآن يمكنني لصق الجانب الآخر به. سأضغط عليه. يبدو وكأنه كيس رقائق بطاطس. لم ينتهي عملي بعد. سأخذ قطعة من الورق المقوى الأصفر وسأرسم أشكالا بيضاوية علي. سأقصها. سأتتبع الخطوط فحسب. سأحتاج إلى الكثير منها. سأضعها في الكيس. أوه ماندي، انظري ماذا لدي. هل هذه لي؟ واو إنه يوم حظي. يسيل لعابي. لحظة، هذه النكهة غريبة. أوه هذه ليست رقائق. لم أكن أعتقد أنك ستأكلينها. على الأقل لن تجد الرقائق الحقيقية. هذا غريب للغاية. قطر صغير هنا. يبدو هذا جيداً. أشعر بملل شديد. لا يمكن أن تكوني جادة. هذا هو الصف الأمتع. يا مالي، هناك شيء خلف أذنك. ماذا؟ أوه من أين جاءت؟ هل أنت ساحرة؟ ربما. أوه رائع جداً. يعطيني هذا فكرة. سأحتاج إلى الكثير من الورق المقوى وبعض النوابض. الآن أستطيع صنع صندوق. بدأ الشخص يكتمل. أجل ينبغي أن يفي هذا الغرض. ماندي عليك رؤية هذا. ها؟ ما هو؟ أوه هل سمعتي هذا؟ لم تشاهدي أفضل جزء بعد. انظري إنه يأكل العملة. إنه جيد جداً أليس كذلك؟ لنجرب هذا مرة أخرى. كنت أتمنى أن تقولي ذلك. علي التركيز. لا أريد أن أرتكب أي أخطاء. يا له من مخاط غض. ها؟ ما هذا؟ هذه هي قطتي. أنا أعرف إنها رائعة. لا بأس في شعورك بالغيرة. أنا أريدها. انظروا إليها. مالي، هل يمكنني حملها؟ بالطبع أنا أمزح. ها؟ نلت منك. لم يكن ذلك لطيفا جدا. من المستحيل أن تحملي قطتي. أوه إنها شريرة جدا.
لكنني سأريها. سأقص قطعة الورق المقوى إلى نصفين. الآن أحتاج إلى الغراء. سأضعه حول الحافة. لدي قطعة من الورق المقوى المسمن. سأضغطه على الغراء. سأطوي الحواف لصنع صندوق. لقد لففت الورق حول عصر خشبي. سأضع هذا داخل الصندوق. لقد قطعت فتحة في الورق المقوى. سيكون هذا هو أعلى الصندوق. سأسحب الورقة من خلال الفتحة ثم سأرسم عليها. وقد انتهيت. مولي، شاهدي هذا. إنها رسومات مصورة لهالو كيتي. إنها رائعة، أليس كذلك؟ ماذا؟ من أين حصلت على ذلك؟ أتمنى لو حصلت عليها. لا يوجد سوى حل واحد. سأبادلك إياها. تعرفين ما أريد؟ الأمر يستحق. إنها ناعمة وجميلة. لم أرى مثل هذا من قبل. هذا أفضل شيء على الإطلاق. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. لقد ضبطت منبهي. حان وقت النوم. أشعر كأنني نسيت شيئا ما. لكن ماذا؟ مهلا لحظة، نسيت الامتحان. يا للهول، هذا سيء. علي المذاكرة. أمل أنني لم أتأخر كثيرا. حسنا، يمكنني فعل هذا. علي مذاكرة ترم كامل فحسب. لم يمكن أن يكون الأمر صعبا. أنا متعبة جدا، لكن يجب أن أستمر. إنك تذكرين باجتهاد، أليس كذلك؟ لقد جلبت لك بعض الوجبات الخفيفة. أنت الأروع. أنا أعرف. ما هذا؟ أحتاج لتعلم هذا. مصباحك يومض. لابد أنه يعاني من خلل ما. والآن تعطل بالكامل. هذا ليس جيداً. أمل أنك لا تخافين من الظلام. مهلاً، لدي فكرة. أجل، هيا. سأرسم قلوباً على كوب ورقي، ثم سأقصها. سأضع قرصاً من الورق المقوى فوق حافة الكوب، وسأدفع عصاً خشبية عبره. أحتاج إلى الكثير من أقراص الورق المقوى. سأكدسها معاً، وسأصنع فيها ثقباً وفي الكوب. والآن سأمرر شريط الأضواء عبر الكوب. سأدفع العصا الخشبية عبر أقراص الورق المقوى. ميندي، سيساعدك هذا في الدراسة. واو، هذا ما أحتاجه تماماً. إنه رائع. بالتوفيق يا عزيزتي، يمكنك النجاح. أجل، أعتقد أن بإمكاني ذلك. هذا الكتاب مثير للاهتمام للغاية، لكن القراءة شاقة. إنها تشعرني بالجوع. أحتاج إلى بعض الطعام. لحسن الحظ جئت مستعدة. سأتناول بعض الحلوى. هذا رائع. أنا سعيدة جدا الآن. هل يمكن لشيء إفساد هذا؟ ماذا تفعلين؟ ضعي الحلوى في القمامة. هذا غير عادل على الإطلاق. كنت أستمتع بذلك. أنت تعرفين القواعد. لقد خيبت أملي يا مانزي. والآن أكملي قراءة كتابك. أنا ممكنة أكثر منها. لدي المزيد من الحلوى المخبأة. لا، لا أستطيع. هل يمكنني؟ لابد من طريقة لتناولها. بلى، لدي فكرة. سأقص سحابة من قطعة من الورق المقوى، ثم سألصق العيون والفم عليها. سأضع الغراء حول الحواف، وسألصق الفم عليه. سأحتاج أيضاً إلى سحاب. وهكذا حصلت على دفتر لطيف، لكنه يحمل سراً لذيذاً. إنه قوس مطر للحلوى. هذا أفضل كثيراً. لن تعرف المعلمة أبداً. ماندي، ماذا تفعلين؟ لا شيء. حسناً، لا تفسدي وقت تناول دقائق خاصتي. حسناً، ها نحن ذا. أتساءل ما الذي سأحصل عليه. مرحى، هذا مثير للغاية. حسناً، دوران جيد يا عزيزتي. ماذا يوجد داخل الصندوق؟ ماذا؟ إنها بطاقة ائتمان. رائع، هذا رائع. لا أطيق الانتظار لاستخدامها. أنا في غاية السعادة. سأذهب في جولة التسوق. قد يكون هذا خطأ. أين جورابي؟ لقد كان هنا. فقدت سماعتي أيضاً. أعلم. مرحباً أمي، كيف يمكنني مساعدتك؟ هل هذه أغراضي؟ لا، إنها ملكي وستكلفك المال. هل تمزحين معي؟ أعطيني المال. أنا لن أشتري أغراضي. سأخرج من هنا وسأخذ جوربي. كيف وصلت إلى هنا؟ أعتقد أنك نسيت دفع ثمنها. ليس لدي وقت لذلك. حسناً، ستذهبين إلى السجن. يمكنك شرح الأمر لرجال الشرطة. لازي، ماذا تفعلين؟ لقد حاولت أن أعطيك فرصة. إلى اللقاء. لازي، عدي إلى هنا بسرعة. هذا الكتاب مثير جداً للاهتمام. حسناً، سأضع طلاء الأظافر هنا. نعم، يبدو ذلك جيداً. أعتقد أنني مستعدة. انظروا إليها، يبدو ذلك ممتعاً. مرحباً بك في صالون الأظافر الخاص بي. كنت أتطلع إلى الحصول على جلسة عناية. حسناً، دعيني أرى أظافرك. إنها فظيعة. من فني الأظافر الذي تتعاملين معه؟ لا يمكنني العمل عليها.
ماذا تقصدين؟ هكذا أيضاً؟ حسناً، ربما يغير هذا رأيك؟ لا أعتقد ذلك، لدينا معايير عالية هنا. لكن هذا كل ما لدي. بخيلة جداً. حسناً، يمكنك استخدام بطاقتي الائتمانية. لحظة واحدة، إنها بطاقتي. هذا ليس مهماً يا أمي، هل ستدفعين؟ لا أصدق أنني أفعل ذلك. شكراً لك، تفضلي بالجلوس. أتطلع إلى ذلك حقاً، إنني أستخدم أحدث التقنيات مثل أداة وضع الأظافر الآلية هذه، إنها مميزة وحصرية. أنت محظوظة للغاية. رائعة، تبدو واعدة. أنا فخورة جداً بها، لقد صنعتها بنفسي. أصنع ثقباً في كوب ورقي، ثم أقلبه رأساً على عقب. بعد ذلك أقطعه إلى نصفين وأضع الجزء العلوي على جانبه. يبدو رتيباً جداً، لذا سنضع بعض الألوان. سوف أتجول في الفتحة باستخدام قلم وردي. أبدأ برسم خط رفيع بهذا الشكل، ثم أرسم قلباً جميلاً. أريد أن يكون رقيقاً للغاية. سأضيف المزيد من القلوب بألوان مختلفة. يبدو ذلك جيداً. الآن سأرفع الكوب وأضع رسم باربي فوقه. حان وقت تصميم الأظافر. لقد رسمتها على شريط من الورق. سأبدأ بتلوينها. ستكون هذه الأظافر فريدة من نوعها. رائع، إنها زاهية الألوان. بعد ذلك سأقصها وأضيفها إلى الكوب. سيسمح هذا للأشخاص بمعرفة ما أقدمه لهم. يمكنهم اختيار ما يريدون. ثم سأضيف علامة باربي. لا يزال أمامي الكثير من العمل. سأحتاج إلى عصا خشبية وشريط رفيع من الفوم. سألف الشريط حول العصا وأبقيها لطيفا ومشدودا. سأتوقف عن اللف هنا. أحتاج إلى لصق الأظافر على الفوم مع الحفاظ على مسافة فيما بينهما. تبدو جيدة، جميعها على الفوم. والآن أضعها على الكوب. سيكون هذا سهلا. والآن أصبحت جاهزة. لنجرب الآن. ضعي إصبعك داخل الفتحة وستدور العصا، وبذلك يلتصق التصميم على أظافرك. رائع، انظري إليها. يجب أن نكمل البقية. ما رأيك؟ لقد أحببتها، أشعر أنني أنيقة جدا. تبدين مذهلة. شكرا يا عزيزتي. يجب أن أركز بهدوء. أوشكت على النجاح. رائع، لقد كان ذلك مذهلاً. الأمر يسير على ما يرام. لا شيء سيوقفني. مهلاً، لا، ليس الآن. لماذا يحدث هذا؟ لازي، هل أنت بخير؟ أخبري أمك، ما المشكلة؟ اللعبة لقد تعطلت. هذا أسوأ شيء على الإطلاق. أحتاج إلى إصلاح هذه المشكلة. دمية الدب القديمة. انظري ماذا لدي. حقاً يا أمي، انظري إلى هذه الحصالة الجميلة. أبعديها عني. كل ما تبقى هو هذا الورق المقوى وهذا لنيوبي جلازي. إلا إذا لقد خطرت لي فكرة. ستحبها ليزي كثيراً. سأبدأ برسم خطوط في زوايا الورق المقوى بهذا الشكل. بعد ذلك سأحتاج إلى مقص. سأقص فوق الخط. لا أريد قص الكثير. سأفعل ذلك على كل خط من الخطوط. هذا مثالي. والآن يمكنني طي الجوانب وسيسهل القص ذلك كثيراً. الآن أحتاج إلى مسدس الشمع. أريد القليل من الشمع اللاصق هنا. سأفعل ذلك في كل زاوية. سأدخل شريطاً من الورق المقوى في الصندوق. يجب أن يكون مناسباً تماماً. سأستخدم مسدس الشمع لتثبيته في مكانه. سأضع خطاً من الغراء على طول الجزء السفلي من الشريط. والآن أحتاج إلى عصا خشبية. لقد فتحت ثقباً في غطاء الزجاجة. سأمرر من خلاله العصا وسأضعها في الجزء الأوسط. سأحتاج إلى بكرة ورق مرحاض. سأدفع عصا أخرى خلالها وسأضعها في الصندوق. يمكنني لف هذا الرسم حول البكرة. وسأضع شريطاً لاصقاً طويلاً على أغطية الزجاجات. ثم سألفه هكذا. سألصق به ماريو. ثم سأضيف غلافاً. كل ما عليك فعله هو التلوين. لا أطيق الانتظار كي تراها لازي. انظري ماذا لدي. أعتقد أنها ستعجبك. ما هذا؟ تبدو ممتعة. إنها مثل لعبتي تماماً. انظري، ماريو يقفز. وإذا لففت هذه سوف يتحرك. هذا رائع جداً. هل ترين يا أمي؟ إنني أقضي وقتاً ممتعاً. حسناً، هذا يسعدني للغاية. ستذهب أمك الآن. شكراً يا أمي. طعام طعام طعام. هيا يا أمي، أنا جائعة. صبراً يا عزيزتي، أتمنى أن يعجبك. يبدو شهياً. مهلاً، لماذا تتناول أمي الطعام بعواد الأكل؟ ليس لدي سوى هذه الشوكة الحمقاء. يبدو هذا لذيذاً. ماذا؟ ما الذي يحدث؟ سأخذ هذه الأعواد. هذه أعواد أمك. تناولي أرزك الآن. لا أريد ذلك. كلير، عليك تناول طعامك. أريد النودلز. حسناً، لا بأس، خذيها. أوه، هذا رائع. حسناً، كيف تستخدمين هذه الأعواد؟ أمهليني لحظة. أحتاج للمزيد من التدريب. مهلاً، أمسكت حبة أرز.
بثبات، بقيت مسافة قصيرة أو سكت على الوصول. لقد التقطتها، هرأيت ذلك؟ لنعيد المحاولة. انظري يا أمي، أشبه حيوان الفض. لقد كانت حركة طموحة أكثر من اللازمة. سأجرب نهجا مباشرا أكثر. سألتقط الأرز بعواد الأكل. ها، كنت واثقة أن فكرتي ستنجح. من الصعب مشاهدة ذلك. كلير، ربما يمكنك. سنقضي وقتا طويلا في هذا الغداء إلا إذا وجدتها. أستطيع استخدام أعواد تخليل الأسنان، ستحل كل المشكلات. وسأحتاج إلى شيء آخر، وهو هذه الملاحظة اللاصقة. أمهليني لحظة يا كلير. سأضع الملاحظة اللاصقة على الطاولة، وسأحتاج بعدها إلى عود أسنان. سأضع على الملاحظة اللاصقة، ثم أبدأ في طيها حول عود الأسنان. يجب أن تكون الطية صغيرة. أريد الحفاظ على ثبات الورقة بإحكام حول عود الأسنان، وسأحتاج الغراء في هذا الجزء التالي. سأضعه بجوار عود الأسنان مباشرة. سأكتفي بهذا القدر، وبعدها سأواصل لف الورقة. سأتأكد من إغلاقها بأحكام قبل ثنيها من المنتصف. أريد الحصول على شكل حرف V في الإنجليزية، وبعدها سأضع عود أسنان في طرف الورقة، وسأفعل المثل على الطرف المقابل. سأدفعهما إلى الداخل لأحصل على عود أكل للمبتدئين. كلير، انظري إلى هذه، لقد صنعتها من أجلك. واو، إنها أعود أكل صغيرة، أشعر أنني عملاقة. أنا متحمسة لتجربتها، ستجعل العملية برمتها أسهل بكثير. هيا بنا. يا للروعة، رأيت ذلك؟ لذيذ، أريد المزيد. أشعر بالثقة. واو، ما كل هذه الكمية؟ لقد أصبحت محترفة. تقدمين أداءً رائعاً يا عزيزتي. أيمكنني تناول طعامي الآن؟ أشعر بجوع شديد ولعاب يسيل. أنا متحمسة لك. كلير، ماذا تفعلين؟ لن يوقفني شيء يا أمي. واو، أنا في حالة ذهول. هذه كمية كبيرة من النكهات، لن أستخدم شوكة ثانية. شكرا يا أمي. لا مشكلة. وهو، لقد عدت للمنزل وقد انتهى اليوم الدراسي. أحسني التصرف يا كلير. إلى اللقاء. كنت أنسى، ما هذا؟ أحب التعبير عن نفسي من خلال الفن، يمنحني ذلك حيوية جديدة. مرحبا يا أمي، هل يعجبك ما فعلته في الغرفة؟ إنها في حالة فوضى. كيف حدث ذلك؟ لم أغادر سوى لثانية. لا أشعر أنني على ما يرام. لم أكن أتوقع رد فعل كهذا. لقد طفح الكيل، ليس أمامي سوى حل واحد. هل هذه مصاصة؟ إنها جميلة، أريدها. تعالي لتأخذيها، استمري في التقدم. هذا يوم سعدي. يجب أن أتحرك بسرعة. سأضع الغلاف البلاستيكي حول أرجل الطاولة، وبعدها سألف حول الطاولة. سأواصل بناء الطبقات. أريد تطويق كلير. ماذا؟ هل قلت شيئاً؟ أحضرت هذا من أجلك يا كلير. حقاً؟ أشعر أن إبداعي بدأ يتدفق بالفعل. أستطيع البدء في التنظيف الآن. نعم، هذه فكرة جيدة. فيو، إنها ثقيلة. لا، لا تتحركي. لا أستطيع إزالة الطلاء. لماذا اشتريت لها مجموعة أدوات فنية؟ أمي، انظر إلى رسمي. فيو، لقد انتهيت. إنه جميل. نعم، أعلم ذلك. طفلتي فنانة، سيصبح هذا المكان مرسمك الجديد. واو، أحب هذا الملصق، سأضعه هنا. إلى أين تذهبين يا أمي؟ يجب أن نخرج، هيا بنا. دعيني أحضر حذائي. لدي الكثير من الخيارات، ماذا سأرتدي؟ وجدتها، سأبدو عصرية للغاية. تبدين عصرية دائما يا عزيزتي. يا كلير، تجعلينني أرغب في الضحك. حسنا يا أمي، أنا مستعدة للخروج، هيا بنا. لا، ارتدي الحذاء في المكان الصحيح. حسنا، كنت أحاول تجربة شيء جديد. أسرعي، لا نريد أن نتأخر. أين مفاتيحي؟ أنا طائرة يا أمي. هذا لطيف يا عزيزتي، يا للهو. كلير، ألم تسمعي ما قلته؟ يجب أن ترتدي الحذاء في قدميك. لقد تحدثنا عن هذا الأمر من قبل. من يتصل بي؟ ليس لدي وقت لذلك. مرحبا، سنصل قريبا. نعم، أعلم ذلك. لا أحظى بأي مرح على الإطلاق. ستشعر أمي بفخر جديد، لقد ارتديت حذائي بمفردي. انظري يا أمي. ماذا؟ ليس هذا صحيحا. أعتقد أنه صحيح. لن نخرج من هنا مطلقا. ما المشكلة الآن؟ تعالي هنا، سأساعدك. كنت أمل أن تقولي ذلك. أعطيني الحذاء. لكنني أريد استعادته. أنت تمسكينه بطريقة معكوسة، يجب أن يبدو بهذا الشكل.
ستضعين القدم اليمنى هنا واليسرى هنا. لن أخالفك رأيي يا أمي، فلدي مزقة نجوى أركز عليها. كلير انتبهي رجاءً، خذي نفساً عميقاً وتذكري الصفوف الرياضية. ماذا تفعلين الآن؟ أجعل مظهري جميلاً. لقد أوحيت لي بفكرة، أحتاج لواحد من ملصقاتك فحسب. أوه، هذا اختيار لطيف، يمكنني استخدامه لمساعدتك في ارتداء حذائك. سأضع الحذاء الرياضي هنا، والآن سأحتاج إلى مقص. هذا مثير للاهتمام. مهلاً، ماذا تفعلين؟ أنا أعلم ما أفعله. لا تقلقي عزيزتي، سأضع كل نصف داخل فردة من حذائك الرياضي. سألصقهما في الداخل بهذا الشكل، وليس عليك الآن سوى مطابقة النصفين، وبهذا استردين الحذاء صحيح في القدم الصحيحة. لنلقي نظرة. لا، لا يبدو هذا صحيحاً. مهلاً، لقد وجدتها، انظري، لقد نجحت. أنت يا عزيزتي، يمكنك أن ترتدي الحذاء الآن. كم هذا رائع، أشعر وكأني ناضجة. أنا جاهزة يا أمي، أنا الأروع. أوه ممتاز، لقد نضجت فتاتي صغيرة. ليس ثانية، ما المشكلة الآن؟ ظننت أننا سنخرج. أعرف ما يجب فعله. لن نتأخر، أمهلني 10 دقائق. لقد أصلحت أحذيتك يا أمي، ألا تبدو أنيقة للغاية؟ هذا عدد كبير من الملصقات، إنها في كل مكان. ماذا فعلت؟ لقد حسنتها. أشكرك، لطالما كنت أحلم بذلك. هيا بنا، يجب أن نغادر الآن. انتظري، أمهلني لحظة، كدت أنسى هذا الملصق. كفى ملصقات. لقد أصبحت جاهزة، ما رأيك؟ أنا أعلن استسلامي. حسناً، يجب أن أصنع هدية جميلة لأمي. انتهيت، انظري إلى ما صنعته. طائرة ورقية، عمل جيد، لكن انظري ماذا صنعت. صنعت لها نذفة ثلج من الورق. هذا كل شيء، إنها سخيفة، مجرد مجموعة من الثقوب. هل نسيت نفسك؟ لقد صنعت طائرة ورقية غبية. كيف تجرأت؟ حسناً، خذي، لقد أتلفت هديتي. أنا أكرهك، وأنا أكرهك. هاتان صديقتان تتشاجران بشراسة، هذا غير مقبول، توقفا. واو، ماذا حدث؟ أين نحن؟ أظن أن الساحر الغريب أحضرنا هنا. ساحر غريب؟ هذا محبط. تحولت، هذا أفضل. والآن أهلا بكما في التحدي. عندي بيت الدمى الجميل هذا، وكما تريان تنقصه أريكة. مهمتكما هي صنع أريكة. صنع أريكة؟ كيف يمكنني فعل ذلك؟ لحظة، خطرت لي فكرة. حسنا، ها هي الأريكة، سأخذ قياساتها. أين ذهبت؟ هذا غريب. سأصنع الأريكة بفن الأوريغامي. سأطوي الورقة إلى نصفين من الزاوية للزاوية، ثم سأفتحها وأكرر نفس الخطوة على بقية الزوايا. والآن سأطوي الزاوية لخط المنتصف، ثم سأفتح الطية وأكرر الخطوة. سأحضرها الآن إلى المنتصف مع التأكد من ثنيها بشكل جيد، ثم سأكرر هذه الخطوات على الجانب الآخر. يسير كل شيء على ما يرام. كدت أنتهي من الجانب الآخر، وسأنتقل الآن إلى الخطوات التالية. المزيد من الطيات إلى المنتصف، وعلى كلا الجانبين أصبح طيها أصعب. حان وقت فتح الطيات قليلا، لكني سأطوي الآن بقية الزوايا إلى المنتصف، وأكرر خطوات الطي وفتح الطيات على خط المنتصف الجديد. سأطويها الآن للأعلى. لن أنسى قلب الورقة وتكرار الخطوات على الجانب الآخر. بدأت النتيجة تظهر. حسناً، سأفتح الطية وأطويها مجدداً. يجب أن أحصل على شكل مستطيل. والآن سأطوي الأطراف للداخل للحصول على شكل صندوق. سأفعل ذلك على الطرف الآخر أيضاً. عظيم، وسأصنع قطعة أخرى مطابقة. سأدخل أحد الصندوقين في الآخر. رائع، انتهيت من هذه الجزئية. سأنتقل الآن إلى ورقة صغيرة، سأطويها إلى نصفين ثم سأدخلها في الطرف. قطعة أخرى لذراعي الأريكة. بصراحة، تنقص الأريكة بعض الوسائد. انتهيت، ما أجمل هذه الأريكة. ها هي أريكتي أيها الساحر. أحسنت، يجب أن أقيس كل زاوية. حسنا، سأجري بعض الحسابات الآن.
أنا متفاجئة لأن لم تعد معك. لقد نامت. لا يهم، أنا سعيدة بنتيجتي. سأضع أريكتي الصغيرة في بيت الدمى. التحدي التالي هو صنع هذا القارب. حسناً، يمكنني فعل ذلك. سأبدأ بهذه الورقة. يا ترى ما أفضل طريقة لصنع هذا القارب؟ لكن أتمنى لو أني على متن قارب حقيقي. أبحر على أمواج البحر والنسيم العليل يداعب شعري. كم هذا مريح. يمكنني قضاء كل الصيف على قارب. يبدو أنها غارقة في أحلام اليقظة. سينتهي الوقت، يجب أن أقيمها. ماذا؟ يجب أن نصنع قوارب ورقية. صحيح، سأبدأ العمل على قاربي. سأبدأ بطي الورقة إلى نصفين من الطرف الطويل. هذا جيد، بداية موفقة. والآن سأقلب الورقة وأطويها على الطرف الآخر أيضا. يجب أن أطويها بشكل محكم. سأفتح الورقة ثم أطوي الزاوية هكذا. إنه يشبه طي الطائرة الورقية، لكنها لن تكون طائرة بل قاربا. سأطوي هذا الجزء. بدأت تأخذ شكل قارب الآن، أو قبعة قبطان على الأقل. الخطوة التالية أصعب قليلا. يجب أن أفتحها ثم أطويها للأسفل مجددا، ثم سأدس هذا الطرف تحت الطرف الآخر حتى يصبح مسطحا. سأعود لطي الزوايا للأعلى. لقد صنعت مثلثا جميلا، لكنه ليس قاربا بعد. يجب أن أقلبه هنا. وحان الآن وقت الخطوة الأخيرة. انظري، سحبته وأصبح قاربا. النتيجة مثالية، لقد أعجبتني. صنعنا قاربين صغيرين، نحن ماهرتان. أحسنتما، لقد نجحتما في التحدي. لحظة، تعالي معي، سنجرب شيئا. مهلا، إلى أين تذهبان؟ حسنا، الحوض ممتلئ، هل أنت مستعدة للإبحار؟ مرحبا، انظري، إنهما يعومان. هذا رائع. بدأ المال يبللهما. لا عجب، فهما من الورق. تحتاج أظافري بعض البرد. أنتما جاهزتان؟ ها هو التحدي التالي. أظافر، فهمت. حان وقت استخدام أظافري الاصطناعية. حسناً، ماذا سأختار؟ الأظافر الزرقاء تناسب إطلالتي. حسناً، حان وقت لصقها. رائع، انظر إليها، أتممت التحدي. ماذا؟ كلا، لم أقصد هذا على الإطلاق. تبدو أظافرك سخيفة. سأستخدم فن الأوريغامي مجددا. سأطوي هذه الزاوية إلى الطرف الآخر، لكن لنصف المسافة. وسأكرر ذلك على الزاوية الأخرى لأحصل على مثلث في الأعلى. حان دور هذه الزاوية للحصول على مثلث آخر. ومن ثم آخر زاوية. سأطوي هذا النصف للأعلى، ثم سأطوي الورقة من الجانب. حصلت على مثلث كامل. جيد، سأفتح المثلث الآن، ثم سأطوي الزاوية للأسفل. سأقلبه للأسفل أيضا، ثم سأطوي آخر جزء للأعلى. تتضمن هذه العملية الكثير من الطي، لكني لا أزال أحتاج ثانية حادة رغم أن الورقة أصبحت أسفك. هذه الجزئية صعبة قليلا، يجب أن أفتح هذا الجزء وأطوي الزاوية. وانتهيت، يمكنني إدخال إصبعي فيه. أظافر الجميلة، انظروا إليها. إنها مخيفة، لكن أحسنت صنعا. لماذا ليست أظافري مقبولة مثلها؟ كانت تعابير وجهك مضحكة. لا يهم، أنت لئيمة. ما التحدي التالي؟ طائر الكركي، هذا هو التحدي التالي. كيف يمكنني صنعه؟ لا أعرف من أين أبدأ. أعرف ما سأفعله. سأخرج سماعاتي. سأرتدي السماعات، ستساعدني بالتأكيد. سأشغل الأغاني. رائع، أنا أعشق هذه الأغاني. وسأبدأ الطي. سأبدأ بطية الزاوية للزاوية المعتادة، وأكرر مع بقية الزوايا. الخطوة التالية هي طي الحافة إلى الحافة. سأثنيها جيدا، ثم سأفتحها، وسأكرر ذلك على بقية الحواف. يجب أن أفتحها، ثم سأنتقل للخطوة الصعبة. سأستخدم الطيات الموجودة لصنع هذا المثلث.
سأطوي هذه الحافة صغيرة لخط المنتصف الجديد. جيد. والحافة الأخرى أيضا. يجب أن أحضر هذه الزاوية العلوية الصغيرة للأسفل ثم للأعلى. سأقلب الورقة وأكرر نفس طيات الحواف. سأعود إلى الأمام وأفتحه قليلا. طية صعبة أخرى هنا، وحصلت على شكل معين. المزيد من طيات الحواف الصغيرة، أصبحت صغيرة جدا الآن، لكني سأواصل ثانيها. الخطوة التالية هي قلب الورقة وتكرار الخطوات. الخطوة التالية ممتعة. سأطوي هذا الجزء للأعلى، ثم سأطوي هذا الجزء للأسفل. اقتربت من خط النهاية. باستخدام المقص سأقص هذا الجزء حتى المنتصف. سأحضر هذا الجناح للأسفل هكذا، والجناح الآخر أيضا، ثم سأطوي هذه الألسنة بهذه الطريقة. 1، 2، 3 طيات. يا للروعة، لقد صنعت طائرا صغيرا. ما أجمله، انظري، يمكنه الرقص. أوه حسنا، لقد غرقت في أحلام اليقظات مجددا. أوه ماذا تفعلين؟ أوه أنا أسمع أغنية، اسمعيها. أوه واو، هذه الأغنية حماسية. يجب أن أبدأ الطي أيضا. أوه ارقص أيها الطائر الصغير. رائع، طائري جاهز ومستعد للرقص أيضا. انظري إليهما، إنهما يستمتعان بالرقص. أوه ما الذي يجري هناك؟ من أين تأتي هذه الموسيقى؟ أوه أشعر برغبة في الرقص أيضا. أشعر بالملل. أوه عاد الساحر، لنرى ما في جعبته. التحدي التالي هو صنع زهرة، ابدأ العمل. حسنا، أنا أعرف كيفية صنعها. ألو أجل، أحتاج إلى مساعدتك، شكرا. تفضلي وقعي هنا من فضلك. عظيم، وهذه هي ورودك، وداعا. يا ساحر، ها هي زهوري. ماذا؟ ليس هذا ما قصدته يا بنت. أوه حسنا، سأجرب طريقة مختلفة. حسنا، القليل هنا والمزيد هناك. حان دور المقص. أظن أنني انتهيت، انظر. ما هذا؟ يبدو أنك أخفقت في هذا التحدي. حان دوري لاستخدام المقص، لكن أولا سأطوي هذه الورقة. سأستخدم المسطرة والقلم لرسم خط. حان وقت المقص الآن. سأقص خطوطا تتوقف عند الخط المرسوم على كامل الورقة من الطرف للطرف الآخر. سأفتح الورقة الآن. ما أجمل هذا النمط. سأضيف الغراء لهذا الطرف، ثم سألصق الطرف المقابل عليه. أحتاج الآن إلى شفاط أخضر والمزيد من الغراء. سأضع الغراء على أحد طرفي الشفاط. سألصق الشفاط على الورقة. سأواصل لف الورقة على الشفاط حتى أصل نهاية الورقة. سأكرر ذلك مع ورقة أخرى. تبدو هذه الزهرة جميلة. رائع، زهرتي جاهزة. أوه قمت بعمل رائع. ماذا؟ أظن أنه محن، إنها رائعة. أوه تبدو حزينة. انظري صنعت لك هذه الزهرة. أوه زهرة بنفسجية، شكرا جزيلا. أنت صديقة حقيقية. أوه عادت المياه إلى مجاريها بين هاتين صديقتين. جميل جدا، أليس كذلك؟ أجل وصلت في الوقت المحدد. هل هذا تامي؟ انظري إلى شعره، حان وقت العرض. أوسي، ها؟ مرحبا، كيف الحال؟ أوه مرحبا، تظنين أن بإمكانك الحصول علي؟ يمكنني فعل ذلك أيضا، سأذهب. أو لا كنزتي، تبا لا أصدق. آه وماذا الآن؟ أحدهم يمر بيوم صعب، ليست مشكلتي. إنها الكنزة المفضلة لدي. مهلا لحظة، يشبه هذا إبرة الحياكة. العملية جارية لإصلاح هذه الكنزة. سأزيل هذا وأضع هذا. حسنا، والآن سأعيده. سأستخدمه لدفع الخيط.
ثم سأسحبه بهذه الطريقة وأقص وأقص. أحتاج الآن إلى ملاحظة لاصقة وشريط لاصق مزدوج. سأثبت نهاية الخيط هنا وسيلتصق فوراً. يمكنك الآن الحصول على التصميم الذي تريده وبسهولة كبيرة. أشيك على الانتهاء. هيا بنا، سأقص الآن الجزء الزائد. هذا جميل جداً، لقد وضعت قلبي هنا بالفعل، أترون؟ هيا بنا. ها؟ هذا لك، هل تريده؟ أوه واو، هل هذا قلب؟ إنها معجبة بي، اتصلي بي في أي وقت، سأكون في الانتظار. ياي، حقاً؟ مستحيل، لكن تامي لي أنا، تعنين أنه لي أنا. أوه سخيفة، هذا مثير. أجل، نعم فهمت. أجل، لدي اتصال أيضاً. نعم، أعتقد أن لدي وقت اليوم. ها؟ نعم، لدي الوقت، أعتقد. لا يهم، أريد أيضاً ساعة بنات كبيرة، إذن سأصنع واحدة، سأرسم على يدي. سأتصل بك لاحقاً. هل تريدين ساعة؟ ها. عزيزتي، تعالي لنصنع لك ساعتك الخاصة. سنصنع أولاً وجه الساعة، ثم الإطار. سأقلبها وأضع القطعة في الخلف. هذا ممتاز. والآن حان وقت الجزء الممتع. مرحباً يا قطتي، لماذا لا تبقين لبعض الوقت؟ سأثبت هذه القطعة على الجزء الخلفي وأضيف بعض الألوان. اللون الوردي جميل دائماً. سأثبت القطعة معاً. وأدخل الحزام في ساعتك الجميلة. انظري إيفا، انظري إلى هذا. واو، أعطيني إياها. هل هذه لي؟ كم الساعة الآن يا ترى؟ ياي، حسناً، سأعود إلى العمل. أجل، وأنا أيضاً. نعم، أنا مستعدة. أصبح جميلاً. ماذا عنك؟ إيفا، هل تريدين رؤية حيلة سحرية؟ حسناً. يوجد شيء خلف أذنك. ماذا؟ أنا ثرية. هل هناك شيء آخر؟ لنرى. أوه، أحب هذه اللعبة. أوه، واحدة أخرى. هذا ممتع. لا يمكنني نسيان هذا. وهذه أيضاً. وهنا؟ هذا صحيح. انظري إلى كل هذه القطع النقدية. واو، كل هذا لك. أوه، رائع. يجب أن أحافظ عليها. واو، هذه حقيبة صغيرة. لا أعتقد أنها تتسع لها. أدخلي. هيا، انظري يا أمي، هذا مستحيل. المستحيل ليس في قاموسي. شاهدي ما سأفعل. سأغطي أولاً هذا الورق المقوى وأضيف أوتاداً خشبية قصيرة، ثم أضع فوقها القوابض، ثم أضع فوقها النوابض. والآن سأضع هذه القطعة هنا وأمررها خلال هذه القطعة الكرتونية. والآن سأثبت هذه القطعة الخشبية. القطع النقدية قادمة. حان الوقت لإغلاق الصندوق ونجعل الشكل الخارجي أكثر جمالاً. أحدهم يشتهي القطع النقدية. هيا بنا، يتسع لجميع القطع النقدية. ولكن كيف؟ سأريك. هل أنت مستعدة؟ سأضعها على اللسان وأضغط. حسناً، الآن دورك. واو، حسناً. هيا، للهناء والشفاء. لقد أخذها. هاو، هذا رائع. قد يستغرق هذا بعض الوقت. ما هذا؟ إنه لا يزال جائعاً. وصل البحث عن تلك القذارة. إنها طعام العشاء. أنا أبحث يا أمي. ذلك كان مؤلماً. كما تدربنا يا عزيزتي، هبوط مثالي. من هاتان؟ أمي، توقفي عن ذلك. أيها النادل، أين شرابنا؟ دم، إنها المفضل لدي. واو، نقود بالمجان. لا تأكليها، ما مشكلتك؟ هذا منعش، أفضله من المصدر مباشرة. فكرة جيدة. أوه، لا تفعلي ذلك. هذا يوم سعدنا. واو، هذا بالضبط ما نحتاج. لنغادر حالا. أمي، هل أنت هنا؟ يهو،
حل الليل بالفعل؟ أو أنفي، كان هذا مؤلما حقا. تابوت غبي. أمي تمالي يا أمي، سأحوله إلى حطب للنار. حسنا، كان ذلك قويا. أعرف ما علي فعله. سأستخدم هذه الأداة الصغيرة، ستبقي باب النعش مفتوحا. هكذا بالضبط. ما رأيك أمي؟ أحسنت يا صغيرتي. هذه اللعبة جيدة، لا يمكنني التوقف عن اللعب. أوه، ممتعة جدا. لا، هذا غير ممكن. أمي، ماذا حدث؟ أطفئت الأضواء والمكان مظلم. كنت ألعب لعبتي. سأتولى الأمر. مهلا، أحد يتصل. مرحبا، أنا بحاجة إلى مساعدتك، إنها حالة طارئة. لكن ذلك مكلفا، هذا عمل كبير. سأدفع أي شيء. سأحصل على الكثير من المال لنفعل هذا. هذا أفضل، وأنا أستطيع أن أنهي لعبتي. مهلان، هل هذا مقلب؟ هذا ظلم. ماذا هناك؟ لا تقلقي يا صغيرتي، انظري إلى ما لدي. يمكننا أن نصنع لعبتنا الخاصة. راقبي هذا، سأمرر يدي من خلال الثقبين وسأحاول العثور على أجزاء الجسم المختلفة، ثم سألصقها على اللوحة. هل تريدين تجربتها؟ يبدو هذا ممتعا حقا. حسنا، دوري الآن. هذا رائع يا أمي. أوه، لقد وجدت شيئا، أعتقد أنها العيون. سأهزمك. أعتقد أن هذه هي كل القطع. لنرى النتيجة. يبدو ذلك سخيفا، وجهي أسوأ حتى. كنت أعلم أنه سيعجبك. هل رأيت ذلك؟ بالطبع، هذا البرنامج مضحك جدا. يبدو أنه هناك انقطاع للتيار الكهربائي. يمنحني هذا فكرة، هذا مخيف بعض الشيء. وحش، مصاصة دماء خائفة من الظلام. أين ذهبت؟ ماذا؟ صائد مصاصي الدماء، ابتعد. هذه أنا يا أمي، لا تقلقي، كنت أصنع دوم الظل. حقا، أنا كنت أعرف ذلك، لم أكن خائفة. حسنا، ربما قليلا فقط. مهلا، منحني هذا فكرة، سيعجبك هذا. أن يستغرق الأمر وقتا طويلا، سنقص من هنا والقليل من هنا. أوه، هذا مدهش. هذه تحفة فنية يا أمي. إنه مسرح ظلال الورق. مهلا، هناك المزيد. سنحتاج إلى مصباح يدوي، سأضعه هنا ليبدأ العرض. هاو، فراشة صغيرة لطيفة. ماذا يوجد هناك أيضا؟ هاو، مرة أخرى، يعجبني هذا. أمي، هل أنت من تفعلين ذلك؟ أفعل ماذا؟ لقد فاتك العرض. لا، هذا غير معقول، لا أعرف من يفعل ذلك. أنا متحمسة جدا يا أمي، أنا شائعة جدا. لماذا تأخروا؟ أين النادل؟ تفضلي يا سيدتي، بالهناء والشفاء. إيو، ما هذا؟ يستحيل أن أتناول هذا. حضر هذا الطبق على يد طباخ ماهر. لا يهمني، أنا مصاصة دماء. حسنا، سأعود حالا. أسرع. ها هو الطعام، أنا متأكدة أنه سينال إعجابك. أوه، انظري إلى هذا. إيو، لا، افعلي شيئا يا أمي. هذا لا يصدق. هاي، أحضر لابنتي شيئا لذيذا وإلا. حسنا، إذا كنت تقصدين هذا، سيكون هذا مؤلما. ربما هذا سيرضيك. عين طرية، استمتعي. عين؟ هذا أفضل، إنه الطعام المفضل لدي، متحمسة لتذوقها. إنها طرية حقا، لذيذة جدا. يمكنك الذهاب الآن. هل أنت جادة؟ شكرا لك، هذه من أجلك، أنت تستحقها. هذا ما كنت بحاجة إليه بالفعل. هاي أمي، أريد واحدة أخرى. لكن أنا بحاجة إلى هذا. بطني تزقزق، أحتاج إلى تناول شيء ما وبسرعة. ماذا لدينا هنا؟ هذه الخزانة فارغة. يا إلهي، هذا مخيب للآمال. وأخيراً، ليس كثيراً ولكنها البداية. مهلاً، الثلاجة، لماذا لم أفكر في ذلك مسبقاً؟ هذا ليس جيداً. خبز فاسد وعناكب، أعتقد أن هذا سيفي بالغرض. يبعث هذا على الشعور باليأس. ماذا يوجد هنا؟ خفاش مشعر. مهلاً، إنها أمي في حسب. مرحباً، كنت عالقة هناك، ماذا تفعلين؟ أبحث عن وجبة خفيفة. مجدداً، أعطيني هذا، سأصنع لك شيئاً. سأخلي بعض المساحة، سأحتاج إلى هذا الصحن. سأكتب رسالة على الخبز، سأكتب شيئاً ذو معنى. ها،
هذا ممتاز. ما الخطوة التالية؟ أها، وجدتها. سأسحق هذا الخبز إلى فتات، ثم سأغطيه بالكاتشب. يبدو هذا رائعاً. سأضيف خفاشاً صغيراً ولطيفاً. والعناكب ممتعة دائماً. لا يمكن الاكتفاء من الحشرات أبداً. كنت أعرف أن هذه الأعضاء البشرية ستكون مفيدة. وأخيراً شاهدي القبر هذا. هذه هي الوجبة. تجعلني أشعر بالجوع. ما رأيك يا عزيزتي؟ تبدو لذيذة. شهية. سأتذوقها أيضاً. لقد تجاوزنا هذا بالفعل. إنه هكذا. ثم جربي ذلك باستخدام كلا الذراعين. أحسنت يا عزيزتي. لنجربها على أرض الواقع. واو، إنها تفعل ذلك بسهولة. أنت بارعة يا أمي. ليتني أستطيع الطيران مثلك. هاو، أنت مذهلة. يمكنني مشاهدتك طوال اليوم. هاو، أنت لطيفة جدا. حسناً، ها نحن ذا. أستطيع أن أفعل هذا. سأنجح الآن. هيا، لنتظاهر بأن ذلك لم يحدث. هذه المرة. توقفي، توقفي فقط. أنا أبذل قصارى جهدي يا أمي. مرة أخرى. أعرف ما علي فعله. أوه، ماذا تفعلين؟ القليل من التسوق. واو، كان ذلك سريعاً. هذا مثير للغاية. سوف يساعدك هذا بالتأكيد. واو، هذا جميل جداً. أجنحتي التدريبية الأولى. لقد كبرت ابنتي الصغيرة. واو، لقد تأثرت. هاو، أنا أحلق. لا يمكن لشيء أن يوقفني الآن. أشعر بأنني حية. أحسنتي صنعاً يا ابنتي. الفضل كله لك يا أمي. هذه هي ابنتي. هاو، اهدأ يا بيكاتشو. ليتني أستطيع الطيران. يمكن للمرء أن يحلم. هل أنت بخير يا حبيبتي؟ أريد أن أطير. كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي. اصعدي على الكرسي. سأعلمك. حركي ذراعيك بهذه الطريقة. أستطيع فعل ذلك. أنت بحاجة إلى الاسترخاء. هل أنت بخير؟ ليس لدي اللياقة التي كنت أملكها في مرحلة الشباب. انطلقي. ها أنا دا. كان علي توقع ذلك. أوه، سقطت على وجهي. على الأقل لم تتعرضي للإصابة. ماذا سنفعل؟ انتظري قليلاً. انظري إلى قطعة الكرتون القديمة هذا. هل تفكرين فيما أفكر فيه؟ هل يجب أن أذهب إلى غرفة الطوارئ؟ صنعت لك أجنحة. ها أنت ذا. هاو، هل فعلت ذلك من أجلي؟ ستساعدك على الطيران. جربيها. لقد منحتيني السعادة يا أمي. أنا أفعل ذلك يا أمي. أنا أطير. أوهو، إنه أروع يوم في حياتي. واو، يا له من منظر. لقد كبرت بسرعة. أشعر بالشوق إليها بالفعل. أنا وأنت فقط يا بيكاتشو. شيحة، مرحى. كم أحب عصير الدماء. إنه نوعي المفضل. أو أو، لقد جرحت إصبعي. دماء طازجة. يا للهول. كم أنا جائع. أحتاج الطعام. كيف الحال؟ ماذا؟ ماذا تريد؟ لا تتحركي. لا، تراجع. أريد أمي. أعطونا ابتسامات كبيرة. لدي هذه الضمادة لطيفة. تفضلي. هل تشعرين بتحسن؟ ما الذي يحدث؟ حان وقت الاستراحة. ماذا؟ خفاش؟ أين هو؟ really؟ أسرع قليلاً. ماذا؟ أظن أنني أفرط في شرب القهوة. أين الثوم؟ استرخي، نحتاج لمساعدتك فقط، لأننا سنجيب طفلاً. عزيزي، أظن أنني سألد الآن. ماذا؟ لا أشعر أنني بخير. ما الذي يحدث؟ اتبعيني. لا، لا. لا تجزعي، تنفسي فحسب. حسناً، يبدو هذا سهلاً. سألقي نظرة فحسب. هذا مرعب. أيها طبيب، هل تسمعني؟ هل هذا طبيعي؟ لن أقترب من ذلك شيء. أترون؟ توجهوا إلى محطات الهلع. لكن يجب أن ألتقط صورة لهذا الشيء. ماذا يجب أن أفعل؟ ماذا سأفعل؟ لا تسألني، فأنت الطبيب. هونوا عليكم فحسب. لم أرى شيئا كهذا من قبل. يجب أن تساعدوني. أنا خائف، عانقيني. آه.
ماذا؟ ماذا حدث؟ أوه، هل نظرتم هنا؟ فيو، يساعدني أن الولادة انتهت. هل فاتني أي شيء؟ انظر يا عزيزي، هذا لا يصدق. أحسنتم عملا يا زملاء. حسنا، هل أكتب أن المولود صبي أم فتاة أم خفاش؟ أوه، لقد ورثت عيني. سأبيع هذه الصور وسأصبح ثريا. أوه، بربكم، لم أشعر بهذه السعادة من قبل. ابتسمي. أكره سن أنيابي، فالأمر يمنحني شعورا غريبا، لكنه أمر لا بد منه. هل أخفتك؟ ماذا تريدين؟ لقد اخترت أزيائي بنفسي، أليست أنيقة للغاية؟ يرتدي مصاص دماء اللون الأسود. مهلا، هل هذا تاج؟ الاكسسوارات مهمة للغاية. تظاهر بأنك لم ترى ذلك، فأنا مصاصة دماء بنسبة 100%. تحكم على ذلك بنفسي. أين أنا؟ هذا هو أصعب اختبار يعرفه مصاص الدماء. أوه، أنا لم أدرس. مهلا، هل هذه مرآة؟ مصاص الدماء الحقيقي يكره الضوء. يا للهول، أبعده عني. لقد أصابني الضوء. هذا مضحك نوعا ما. لا، ليس كذلك، لنجرب شيئا آخر. أوه، حسنا، شاهدي الورقة وهي ترتفع في الهواء. أنا أتحكم فيها بعقلي، هذه هي قوة مصاص الدماء. يا لا من خطة سحرية متقنة. حان دورك. يمكنني فعلها، طيري أيتها الورقة. أوه، ها أنا أفعلها، انظر إليها تطير. لحظة واحدة، كيف؟ ربما استهنت بقدراتها. يجب أن لا يرى الحبل، فهو ليس الوحيد الذي يمكنه تقديم خدع رائعة. من الأفضل أن أتصرف بهدوء. أهذا كل شيء؟ لم ينتهي الأمر، شاهدي هذه الحركة. واو، أنت مقلوب رأسا على عقب، كيف لا تشعر بالدوار؟ أنا مصاص دماء، هذا هو ما نفعله، وهذه طبيعتنا، حان دورك. أتريد مني فعل ذلك؟ لا مشكلة، أمهلي دقيقة فحسب. أنا أنتظر. لا يحدث هذا عادة، انتظر لحظة. أنت لست مصاصة دماء، وهذا يشعرني بالغضب. لا يبدو هذا جيدا، ليس هناك سوى حل واحد. يا للهول. فيو، أنا سعيدة لأنني أحمل الثوم معي، يجب أن أغادر. كم هذا حماسي، هذه غرفتي. أين التابوت؟ تفضل بالجلوس، سأعود على الفور. هذا كابوس، الغرفة زاهية للغاية، يا للهول. تراجع أيها الوحش. صحيح، ليس من مصلحتك أن تعبث معي، تعال إلى هنا. إنها عائدة. أتمنى أن تكون من محبي التفاح. أشكرك، أتريدينني أن أكلها؟ لذيذة. نابي. أنا أتألم بشدة، الألم فظيع جدا، أنا في غاية الأسف. لماذا؟ لماذا فعلني ذلك؟ تصرفي. لا تقلق، سأتصل بالطبيبة. هيا، مرحبا، نحتاج مساعدتك. ينتابني شعور سيء حيال هذا الأمر. الضوء ساطع، أطفئيه. طاقتي تخبو. لا، تراجعي، لا تؤذيني. مرحبا. مرحبا، افتح فمك، لن تشعر بالألم. أتعدينني بذلك؟ أنا أعرف ما أفعله. هذا جيد. يا للهول، لقد غيرت رأيي. لا تكن سخيفا، ها هي الخطوة الأخيرة، لقد انتهينا، علينا الآن تنظيف أنيابك وستلمع بكل تأكيد. يبدو هذا جيدا. لا، استخدمي أي شيء باستثناء ذلك. اثبت مكانك. في الواقع أشعر بالدغدغة نوعا ما. ما أجمل هذا العنق، كم هو عصاري، يجب أن أقاوم، لكن شكله مثالي. يا للروعة، ابتسم. ما رأيك في هذه؟ انظر لتحكم بنفسك. هذا جيد، أنت فنانة في استخدام فرشاة الأسنان، سيكون من المؤسف تغطيتها بالدماء. يساعدني أنها أعجبتك. وجبتي تغادر المكان، عودي إلى هنا. عامل سعيد آخر. ماذا تريد الآن؟ أريد مص دمائك. مرحبا، ما الأخبار هنا؟ مرحبا، لقد انتهينا للتو. لقد ألمني ذلك بشدة. لا، فمي، كم هذا محرج.
يا له من يوم منهك، تسعدني العودة إلى المنزل. لا ينتهي عمل وصاص دماء مطلقاً. عيد ميلاد سعيد. وهو. ماذا؟ هل تذكرتم عيد ميلادي؟ بالطبع. لم يكن عليكم تكبد كل هذا العناء. أنا جاد وبكل أمانة. أكره هذا. أحب هذه الأغنية. ما رأيكم في هذه الحركات؟ هذا رائع. هل اشتريتم لي كعكة؟ تمنى أمنية. ضوء الشمس. ربما كان هذا خطأ. لا يهم، لقد كان مملاً على كل حال. ما يزال بإمكاننا الاستمتاع بوقتنا. كم أحب النقانق. تناولت واحدة وتبقى الكثير. أمسكت بكِ. هو أجل. إنها لذيذة جداً. سأخذ هذه القطعة. لا أعتقد ذلك. هل تودين أن تقاتليني عليها؟ حسناً حسناً حسناً. لن يتسع هذا المطبخ لنا نحن الاثنتان. ولن أشاركك نقانقي. استعدي. تأهبي. لن تجرؤي. هل ستجرؤين؟ أنا مستعدة لهذا. لا أحد يتجرأ أبداً على إغضابي. شاهدي تلك الغلاية هناك. بدأ القتال. اسحبي سلاحك. أبعدي شوكتك من هنا. لكني رأيتها أولاً. أعطيني إياها. ابتعدي. ماذا؟ حسناً طفح الكيل. ماذا قلت بشأن قذف النقانق؟ لمن هذا؟ من تلقي النقانق هنا؟ مرحباً. كانت هي. مستحيل. توقفي. بدلاً من القتال، لما لا تتشاركان؟ هل تريان؟ شرائح بحجم مثالي. واو، لا يمكننا نسيان الكاتشب. وأعلم المكان المناسب له. نحن ذا. هل أنتما سعيدتان الآن؟ حسناً. أعتقد أن بإمكاننا المشاركة. أجل، لنؤدي رقصة الغموس. يسرني أنكما تتفقان معاً. أراكما لاحقاً. أجل، لم أصل لهذا المستوى من قبل. للي؟ ماذا؟ وضعية جلوسك. حسناً يا أمي. هل كان ذلك صعباً؟ أجل، ما زلت أجلس بشكل مستقيم. ما زلت أفعل ذلك. أجل، هذا ما كنت أفكر فيه. بالتأكيد. أجل. هل تجلس بشكل مستقيم؟ يبدو أن ذلك لم يحدث. للي؟ أمي؟ اجلسي بشكل مستقيم. هيا. على أي حال. أنا متعبة للغاية. للي؟ ما الأمر؟ ماذا تظنين؟ اجلسي مستقيمة. شكرا لك. لا يهم. ليست الرياضيات سيئة للغاية اليوم، لكنها ما زالت مرهقة. ليلي، أنت! هل أنت جادة يا أمي؟ تلك الوضعية سيئة. حسناً، هل هذا أفضل؟ أفضل كثيراً. إنها ترفض الاستسلام. ليلي؟ ماذا؟ اجلسي وظهرك مستقيم. هل أنت جادة يا أمي؟ ما الأمر؟ الفطور جاهز. رائع. حبوب الفطور، إنها المفضلة لدي. حقاً؟ كنت أفكر أن بإمكاننا إشراكك في تمرين كرة القدم في هذه العطلة الصيفية. حقاً؟ لا أعرف لما لا تستمعين إلي. افرضي كتفيك هكذا. هل ترين؟ هذا أفضل كثير. ليلي، اجلسي باستقامة. تعاوني معي. أمي، اتركيني وشأني. حسناً، هيا لننطلق. كيف تفعلين هذا؟ ليس هذا أمراً ساراً. على أي حال. لابد أنك تمازحينني. عزيزتي ليلي، إن لم يكن بإمكاني تذكيرك بأن تجلسي باستقامة فهذا سيذكرك. نثبته على الطاولة ونضع ذقنك هنا. أليس هذا أفضل كثيراً؟ واو،
شاهدوا هذا، ملاهٍ مليئة بالماء، أراهن أنها تبدو أكثر جمالاً في الواقع. بها الكثير من الزلاقات والألعاب المائية، أراهن على أنني سأنزلق بسرعة كبيرة، ستكون هذه أفضل زلاقة. حسناً، تبدو هذه رائعة، سأريها لأمي. أمي أمي، مرحباً، هل من أحد يسمعني؟ هو ما الأمر يا عزيزتي؟ ما هذا؟ زلاقة مائية؟ إنها جميلة يا عزيزتي، فتاتي صغيرة. هل تستمع حتى إلي؟ ها؟ تعالي معي. ها؟ عليك أن تري هذا بنفسك، انظري. هو هل تودين الذهاب إليها؟ أرجوك. حسناً حسناً، لكن هذا ثمن باهظ للعب في الماء. مهلاً، دعيني أرى ما لدي هنا. بضع دولارات؟ حسناً، لا أعتقد أننا سنحصل على شيء مقابل هذا. حقاً، ينقصني المال هذه الأيام، لكن ربما يمكننا فعل شيء هنا. هذا المكان مليء بأغراض كثيرة، إنه مثالي. ما هذا؟ جميل، ويوجد تخفيضات على كل هذا، فلتنالي هذا أيتها الملاهي المائية البايضة. سنفعل هذا على طريقتي. سأخذ هذه الأغراض فحسب رجاء. حسناً، الإجمالي هو 7 دولارات. تفضلي، فلتحظي بيوم جيد. ليبدأ اللعب في الماء. هذه الفوهة ممتعة للغاية، وهذه كذلك. وقت الاستحمام، بل وقت الاحتفال. ينقصني عنصر جوهري. جميل، لكن لا جدوى منه دون فقاعات، والكثير منها. حسناً، يبدو هذا جميلاً. هل تود الغطس فيه؟ استمتع بالسباحة أيها الصغير. لا تقلق، فالمياه دافئة. لنضيف كل شيء في الداخل. هيا اذهبوا، وإن أردتم أن تحظوا بوقت ممتع فسيساعدكم هذا الصغير. أليس هذا مذهلا؟ وكل هذا ب7 دولارات. أوليفيا، ماذا؟ مستحيل، إنها تبدو كملاهي مائية هنا. لما لا تنزلين في الحوض؟ بالتأكيد يا أمي، احذري من تناثر الماء. يمكنني التحكم في تدفق الماء، وشاهدوا كل هذه الفقاعات. إنها الملاهي المائية الخاصة بك يا أوليفيا. والآن هلا أبدأ العمل. مرحبا، أجل، لدي هذا جاهز لأجلك. أجل بالطبع. أجل، كيف حالك يا أمي؟ اذهبي. على أي حال، إذن. إنها ترفض اللعب معي. مرحبا، أحبك يا أمي. مهلا، انتظري. ليس هذا عادلا. حسنا، إذن أجل، أنت محق. حسنا، في الواقع أنا آسفة بشأن هذا. مهلا أمي، انظروا إلى هذا، إنها ناعمة جداً. إنها تدغدغ، أليس كذلك يا أمي؟ ماذا تفعلي بالأسفل؟ توقفي. على أي حال، تفضلي. هاتف أمي. كما كنت أقول، هذا الهاتف مذهل. يا للأسف، هيا لنلعب. أجل، إنني أستمع. لحظة واحدة، أتمنى أن أعثر على شيء هنا. أجل، أنا آسفة. انظروا إلى هذا، إن نظرت في المستند. أجل، وصل الذهاب. أجل، حسناً، أمهلني لحظة. أجل، والآن اخرجي. آسفة بشأن ذلك أيها الفريق. يا إلهي، كان هذا محرجاً جداً. يفاجئني أن كيساً واحداً يتسع لكل هذا. إنه طازج جداً، لكنه يسرب في كل مكان. حسناً، هذا أمر وارد الحدوث. هذه فوضى أخرى علي الاهتمام بها.
تفضل تمسك به. مرحبا يا شيرل. أجل اضربيهم حيث يتألمون. انتبهي كيف تفعلين كل هذا في الوقت نفسه. ليتها تستخدم مهاراتها في تعدد المهام في شيء مفيد، أو ربما لا. دعوني أفكر بشأن هذا. أجل هذا صحيح، أعتقد أن لدي الفكرة المثالية. سأبدأ العمل بينما تلعب. أحتاج إلى ملصق، مقاس مثالي. ابقى بالأسفل، اتفقنا؟ هل ما زلت تلعبين يا شيرل؟ أو ربما لا. أها، مهلا أنا. شكرا، سأحضر ركوبا آخر إذن. كان ذلك وقحا بالتأكيد. هاو، ما هذا أسفل الكوب؟ أعتقد أن ما زال بإمكاني صب الماء. توجد طريقة واحدة لمعرفة هذا. أهلا، إنه يتغير. هاو، قطة صغيرة لطيفة مذهلة. علي أن أريها لأبي. أبي أبي، انظر من في كوب الماء خاصتي. إنها جميلة جدا. حسنا، لم أمعن التفكير في هذا. حسنا، أعتقد أننا حصلنا على كل شيء. هل أنت مستعدة؟ هذه اللحظة المهمة يا سبيدي. سنعرف من يمكنه الركض بسرعة أكبر. سوف أهزمك. استعدي، انطلقي. هذا سهل للغاية. الحقي بي إن كنت تستطيعين. هيا يا سبيدي، أسرعي. أشعر بالدوار. أوش سبيدي، كلا سوف أخسر. هل أنت بخير يا عزيزتي؟ لقد أديت ركبتي. ستعالج أمك الأمر، لدي ضمادة. إنها تلسع، لا أحب هذا يا أمي، إنها مملة. لابد أن هناك شيئا يمكنني فعله. هو أنا أعلم ما علي فعله. هيا يا سبيدي، ماذا قلتي؟ هذه فكرة رائعة. اجعل الضمادات أكثر مرحاً بهذه النصيحة. ارسم على الضمادة بقلم جاف، ارسم شخصيتك المفضلة أو حيوانك الأليف، وأضف الطلاء للتلوين. تبدو لطيفة. تبدو هذه السلحفاة مألوفة. انظري إلى ما لدي. لنجرب هذا مجدداً. ما رأيك يا عزيزتي؟ أحببتها يا أمي. أظن أن كل الإصابات والكدمات مغطاة. أظن أن عليك أن تكوني أكثر حذراً. ربما عليك ترك سباقات السبيدي. مرحباً يا عزيزتي، أنا أصنع بعض المخبوزات. رباه، يا لها من رسمة جميلة. إنها سمكة، انظري إنها تسبح. إنها جميلة يا عزيزتي. لا كعك لك الآن، انظري إلى يدك. أو أمي، واحدة فقط. لا بأس، لا أحتاج إلى استخدام يدي. كلا، أريد كعكة، هذا ليس عدلا. يكفي هذا أيتها الشابة، تعالي معي لننظف يديك. كلا، أريد الكعك. طفح الكيل، تعالي إلى هنا. أنا لست سعيدة بشأن هذا. من الأفضل أن أحصل على الكعك بعد هذا. سعيدة، انظري إنني أغسل يدي. هذا ما تريدينه، أليس كذلك؟ أحتاج إلى المزيد من الصابون. هذا ليس مضحكا يا أشلي، لكني أنظف الطلاء. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. يمكنني الانتظار طوال اليوم. حقا؟ ها قد انتهيت. كلا، هذا ليس صائبا. حسنا، خذي نفسا عميقا. ماذا سأفعل؟ مهلا، أظنني وجدتها. ابدأ بقالب هلام، ضع ألعابا في كل جزء من القالب، ثم املأ وعاء بقاعدة صابون شفافة، ثم اسكبوه في القالب. تأكدوا من تغطية الألعاب تماما. املأوا كل جزء بقاعدة الصابون واتركوها لتجف. انزعوا الصابون من القالب، مما سيجعل التنظيف ممتعاً. أشلي، يمكن أن تكون هذه لعبتك. عليك غسل يدك بشكل مناسب. رائع، أريد الحصول على هذه اللعبة. يبدو أن حيلتي تنجح.
كدت أنت يا أمي. انظري، يداي نظيفتان. أحسنتِ يا عزيزتي، لنحصل على بعض الكعك. حقاً رائع. هذه اللعبة رائعة. ماذا حدث؟ الشاشة سوداء. طاقة منخفضة. كلا، ليس الآن. أمي، يجب أن تساعديني. ما الخطوة يا عزيزتي؟ نفضت طاقة هاتفي. ليس لدي شاحن. لماذا تحدث المتاعب للأشخاص الصالحين؟ ابدأي يا عزيزتي، لا بأس. لابد أن لدي بعض الحلوى في حقيبتي. ما رأيك في تناول بعض الحلوى؟ لذيذة، لديك المزيد؟ كانت تلك آخر واحدة. الحياة غير عادلة. انظري إلى ما وجدته. لست قطة يا أمي. لماذا يحدث هذا؟ ماذا لدي أيضاً؟ إن أعطيتك المال فهل سيحسن هذا الأمر؟ سوف يساعد. سمعت طائرة ورقية. أشلي، كانت تلك آخر نقود لدي. لا يهم يا أمي، امسكي هذا. ما خطب هذا؟ أشلي، توقفي. ماذا؟ أشلي، من فضلك، علي إصلاح هذا. يبدو ممتعاً. هذه المريضة مستعدة. ماذا كان ذلك؟ إنني أرسم صورة يا أمي. أنا محرج جداً. مهلاً، يمنحني هذا فكرة. ضعوا هواتفكم على سطح مسطح، وضعوا عليه بطاقة ملونة، ثم ألصقوا بعض البلاستيك الشفاف على الهاتف. املأوا البلاستيك بالغراء. ثم انشروه. أغلقوا البلاستيك لتمنعوا تسرب الغراء. إنه كلوحة رسم صغيرة. إنها طريقة رائعة لقضاء الوقت. هذا ممتع جداً. دعيني أرى. أتودين تجربته؟ أنت محقة. هذا ممتع للغاية. رائع، أحببته. شكراً يا أمي. يمكنني أن أرتاح أخيراً. هذا الأنبوب المتحرك مرن للغاية. صنعت دائرة. ما هذا؟ مصاصة، إنها لذيذة. إنه يوم حظي. يونغ، أعطني إياها. كلا، أنا أريدها. أنا من وجدها. كتو، انظري إلى ما فعلته. حصلت عليها. نانا، يمكنك الاحتفاظ بها. إنها متسخة للغاية. مصاصتي. هذا خطأك. ماذا حدث؟ أفسدت إيفا مصاصتي. هذا كل ما في الأمر؟ دعيني أراها. إنه خطأ إيفا. يمكنني إصلاح الأمر؟ قد يكون هذا مفيداً. لدي شيء من أجلك. ماذا؟ إنه حامل لمصاصتك. لن تتسخ بعد الآن. ولدي واحدة لإيفا أيضاً. رائع، هذا مذهل. سأحفظ هذه لوقت لاحق. سأحفظ هذه لوقت لاحق. إنه ينجح. أشلي، انظري، إنها على الأرض ولم تتسخ. أعلم، إنها فكرة مذهلة. يسرني أنها أعجبتكما. وعاء الحلوى فارغ، علي ملؤه. والآن سأخبئه من أشلي. هذا الرف مكان جيد، لن تجده هنا أبداً. رحلت أمي، والآن فرصتي. هذا ما تظنه هي. لا يمكنني الوصول إليه. علي تجربة طريقة أخرى. وجدتها. يساعدني هذا الكرسي على الارتفاع. اقتربت كثيراً. حصلت عليه. أو لا. أوه لا. أوتش. على الأقل حصلت على الحلوى. كان الأمر يستحق. ماذا تظنين نفسك فاعلة؟ مرحباً يا أمي. لقد خيبت أملي يا أشلي. علي التفكير بشكل مختلف. أين أخبئ الحلوى؟
مهلا لحظة، أشلي تكره الخضروات. لدي فكرة، سأفرغ كيس الخضروات هذا وسأملأه بالحلوى. لن تبحث أشلي هنا أبدا. يا لها من طماطم كثيرة العصارة، ستكون رائعة في سلطتي. مرحبا يا أشلي. فارغ، أين الحلوى؟ هل أنت جادة؟ ما رأيك في بعض الخضروات اللذيذة؟ هذا مقزز. لقد حاولت، أعتقد أنني أستحق شوكولاتة. لذيذة. حسناً، أدخل. التالي، هيا. أكره الانتظار. أمسكي هذا، سأخيفهم حتى ندخل سريعاً. حقاً؟ استعدي لسماع الصرخات المخيفة. ماذا؟ يا له من مصاص دماء لطيف. أريد معانقته، لكنني أشرب الدماء. ما رأيك في إخافتهم بنفسك؟ هيا سأريك كيف يكون ذلك. مصاصة دماء، هربوا. أريد دماءكم. والآن حصلنا على المقاعد الأمامية. لا تؤذينا. لنذهب، نجحنا بجدارة. تبدون لطيفين للغاية وأنتم خائفون. الكثير من الدماء. لا تنظري خلف الباب. لماذا اخترت مشاهدة فيلم رعب؟ أنا لا أنتظر ضيوفنا. حسناً، أنا مسلحة ومستعدة. سأكتفي بتعليق هذه فوق الباب. لن يتمكن مصاص الدماء من الدخول. بهدوء، أتريدين أن تسمعنا؟ جيد، إنها ليست منتبهة. انظري إلى لحمها الطازج. ها أنا قادم، انتظرني. توم؟ ماذا؟ ألن تأتي؟ لقد تفاديت هذا. سأنال منك. إذن سأحصل على حصة أكبر من الدم. إنها لا تعرف حتى أنني هنا. هل هذا ثوم هناك أيضاً؟ أخرجوني من هنا. لقد نجحت هذه الحيلة بالفعل. علي شراء مزيد من هذا الثوم. الجماجم البشر مؤلمة. كن لطيفاً سيدي. أنت مهووس بالبشر، أما أنا هوسي هو التسوق. هذا التابوت رائع. والآن سأنتظر حتى يصل. هل وصل بتلك السرعة؟ سأعود في الحال. أنا قادمة، سيكون رائعاً بالتأكيد. إنه أكبر مما توقعت. وإنه ثقيل للغاية. هيا، كدت أصل. فانظر إلي، إنه مليء بخيوط العناكب، كما لو أنها هدية عيد ميلادي. ماذا تتوقعين أن نجد بداخله؟ لنرى. إنه واسع للغاية ومبطن بالحرير الفاخر. إنه رائع حقاً. واو، أتظنين أنه يتسع لي أيضاً؟ أرجوك. أيها الصبي الجميل، يمكنك دخوله بدقيقة واحدة. واو، هذا المكان قاتم ورائع جداً. الأشجار ميتة مثلي. يبدو هذا المكان رائعاً.
لم أحضر حفلة منذ مئات السنين، لكن ما زلت أتذكر كيف أرقص. هيا بنا. قياس الطول. أنا طويلة، أترين؟ طولك جيد، يمكنك الدخول. إنه دورك أيها الصغير. أنا هنا بصحبتها. كلا، يجب قياس طولك. لست بذلك القصار. حسناً. كلا، أنت قصير للغاية. مستحيل. انصرف من هنا. ألن يسمحوا لي بالدخول؟ أعرف ما علي فعله. هذه ستجعل طولي مناسباً. سألف الجورب بهذا الشكل وأضعه هكذا داخل الحذاء. سيمنحني طولاً إضافياً بالتأكيد. رائع، أنا جاهز الآن. سأحاول مرة أخرى. ما رأيك بهذا الطول؟ نعم، كنت واثقاً من نجاح هذه الخدعة. حان وقت الحفلة. كان ذلك غريباً. حان وقت اللعب، أي لعبة سأختار؟ تبدو هذه اللعبة ممتعة. واو، هناك شخصيات متعددة. أي شخصية سأختار؟ هذا المقال شيق. مرحبا أمي. أهلا عزيزتي، كيف حال أميرتي الصغيرة؟ ماذا تحملين معك؟ إنها رسمة، انظري. أوه عزيزتي، إنها جميلة، تحفة فنية. يجب أن أضعها في إطار، تستحق أن تكون في معرض فني. ابنتي الصغيرة موهوبة، إنها فنانة، أنا فخورة بها. أمي، ها؟ إنها جميلة يا غاليتي، سأعلقها على الحائط. إنها رائعة، رسمة أخرى تضاف للمجموعة. لا تتوقفي عن التعبير عن إبداعك. أحسنتي. أو أظن أنني سأعطس. كلا، لا شيء. أكره المرض. يجب أن أشتري سلة مهملات أو أن ينظف أحد هذه الفوضى. مرحبا يا أمي، رسمت لك هذه اللوحة. أنا ألعب هنا. أمي، حقاً؟ حسناً، ألا يحق لي أن أستمتع بوقتي؟ انظري، هذه أشجار وطيور. أعطيني إياها، أشعر بتحسن. أو لم أقصد ذلك. لا بأس، سأمسح. وجدتها، سأستخدم هذه العلكة لتعليقها. لكن لدينا شريط لاصق. على الأقل ثبتت على الحائط. انظري. ماذا؟ إنها تالفة. لقد حاولت، آسفة. هذا الواجب الصعب. أعرف حل هذه المعادلة. كان صعباً. أهلاً أمي. آسفة على إزعاجك يا صغيرتي، أحضرت لك كوب عصير، أنت تدرسين بجد. شكراً يا أمي. حسناً، يجب أن أنهي الواجب. أمي، هناك إزعاج كبير. ساسكيت، أصمت فوراً. هذا أفضل. لا، جرس الباب. ماذا الآن؟ سأتعامل معه. أنا قادمة. ابنتي تذاكر. بريد؟ شكراً. لن أقوم بتوصيل أي طرد إلى هذا المنزل الغريب. هل أنت راضية الآن؟ آسفة، سأتركك في حالك. أمي لطيفة للغاية. هذا الواجب طويل. فهمت هذه النقطة. إنه ليس صعباً. مرحباً أمي. من قال ذلك؟ سكبت بعض القهوة. آسفة. يجب أن أعيد الواجب. لقد اعتذرت. اصمت الآن، أنا أتابع فيديو. هذا مضحك. هذه القناة رائعة.
لا أستطيع التركيز. أنت في مزاج سيء اليوم، لكن لا بأس، ساتوقف عن المشاهدة. من الصعب المذاكرة هنا. أوه، اسمعي عزفي، أنا بارعة في العزف. أوه نعم، غنوا معي. أمي أرجوكي. جمهور قاس، آسفة. سريري الدافئ. حسناً يا أمي، تصبحين على خير. قبل أن تنامي سأقرأ لك قصة. هجل، قصة الأميرة. في قديم الزمان كان هناك مهرج مضحك. لماذا توقفتي؟ مرحباً بيتي، أنا المهرج كوكو. أنا أحب التصرف بسخافة. هجل، هذه أفضل قصة. وذات يوم قابل عرابة سحرية. واو، إنها جميلة. أشعر بالنعاس. أوه، نامت أميرتي الصغيرة. أحلام سعيدة يا حبيبتي. أمي أمي أمي، استيقظي. أمي، لقد حان وقت قصتي ما قبل النوم. أمي. ها؟ أين أنا؟ اقرأي لي هذه القصة. كتاب، إنه ممل، سأقوم بشيء ممتع مثل سرد قصة شبح. لكن أنا خائفة. هناك ساحرة مسنة تحب أكل الأطفال. عاشت فزاعة شريرة هناك، ويمكن سماع صوتها في الليل. أنا جائعة. أوه، ابتعدي عني. يجب أن أتسلل بخفة. أريد وجبة خفيفة لذيذة. لا شيء هنا؟ أين اختفت الحلويات؟ أو أنا أعرف. لا شيء؟ ربما وضعتها أمي في مكان آخر؟ أو وجدتها، هناك الكثير منها. ماذا تفعلين يا آنسة؟ اتركي الحلويات، أعطيني البرطمان. لا تتسللي بهذا الشكل، يمكنك طلب الحلويات مني مباشرة. أو لذيذة. أو كنت أنساه. يا للأسف. عظيم، أمي غير موجودة. لا يمكن أن أترك أي حبة. سأضعها في البرطمان. لا أصدق أنني مضطرة لفعل ذلك. يجب أن أخفيه بطريقة أفضل. هكذا، هذا أفضل. لن تعثر علي أبداً. أشعر بالتخمة. أمي، ما الذي يحدث هنا؟ أوه، أهلاً. لقد أكلت كل حلوياتي. لست الفاعلة، أثبتي ادعاءك. أمي، لقد عدت. استمتعت باللعب في الحديقة. جرحت نفسي. أي أمي، النجدة. لقد عدت. أنت مجروحة. هولا، أمك قادمة. دعيني ألقي نظرة. هذا أسوأ شيء رأيته في حياتي. إنه مؤلم. تصرفي يا أمي. هناك حل واحد. هل تلعبين دور ممرضة؟ هذا عمل للأم الممرضة. لن ينتهي هذا الموقف بنهاية سعيدة. القليل هنا، وأظن أنني انتهيت. يجب أن ترتاحي على سريرك. أمي، النجدة، لقد سقط. أشعر بألم. ماذا حدث لك؟ أوه عظيم، هل تريدين مساعدتي؟ أوه، هذا دم كثير. احملي هذا الكيس. أشعر بدوار طفيف. لا بأس، لدينا ورقة تواليت. لكني بحاجة إلى لصقة جروح. هذا هراء، ورق التواليت كاف. انتهيت، يبدو جيدا. أعيد الكيس. شكلي سخيف الآن. أمي، يا أمي، ما الأمر يا صغيرتي؟ أخبريني. هذه اللعبة. توقفي عن اللعب، لا بأس، أمك هنا. إنها مجرد لعبة سخيفة، لا تقلقي.
أوه، ما هذا؟ ربما تكون بوابة سرية لمكان مدهش. هناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك. كلا، لقد طلبت اللون الوردي الباهت، ليس الوردي الأرجواني. هيا بنا، سأقترب أكثر. احرص على جارد. لا، توقف، سيكون هذا رائعاً. ماذا تظن نفسك فاعلان؟ طلبت منك ألا تفعل هذا. هذا ظلم، أعلم أنه هناك بوابة سرية. لا تبكي أرجوك، انظر ماذا أحضرت لك، سينال أعجابك. أوه، أعطيني إياه. أوه، كان ذلك وشيكاً. قد يكون هذا الغطاء مفيداً، أعني أن حجمه مناسب، يستحق الأمر التجربة. سأكون بحاجة إلى بعض أكياس الشراب، سأدخلها في المنفذ وألف الغطاء. ستمنع هذه الأغطية الفضوليين من الاقتراب. أجل، سأطلب هذه الكريمة التي باللون الأزرق الباهت. لا الساطع. والآن حان وقت استكشاف البوابات السحرية. ها؟ ماذا يحدث؟ ها، هذا ممل. كنت أعلم أن خطتي ستنجح. والآن سأجعل كل منافذ المنزل محمية كهذا. وعاشوا سعداء إلى الأبد. حان وقت النوم. ها، لكنني لا أشعر بالنعاس. أحلام سعيدة يا عزيزتي. هل ذهب؟ لكنني لا أريد أن أنام. سأفعل بعض الأشياء الممتعة. أحب هذا السلايم كثيراً، إنه مطاطي وطري. هل تريدين تذوقه أيتها الدمية؟ حسناً، تناوليه كله. أو حسناً، سأتذوقه أيضاً. ها؟ هل حل الصباح؟ هولا، ماذا حدث؟ انظري إلى شعرك، إنه مغطى بالسلايم. إنه لزج وملتصق بشعرك. لما يحدث هذا لي؟ ها؟ ماديسون، ماذا هناك؟ انظر إلى دميتي. أوه، إنها في حالة يرثى لها. أعني إن شعرها ملتصق بالفعل. مهلاً، هل هذا سلايم؟ أوبس، أعني ربما. أعطيني إياه. أنت تعلمين أن السلايم ممنوع في المنزل. والآن لنرى ما يمكننا فعله بهذا الشعر. لا أدري إن كان يمكننا فعل شيء. لا يمكننا التخلص منه بغسل الشعر، لكن لدي فكرة. ستكون صلعاء. بعدت الحلاقة يا أبي. لا، ستنتهي هذه المشكلة قريبا. أعتقد أن هذا سيكون مناسبا لها. أتعلمين شيئا؟ هذه العملية ممتعة. واو، ينعكس الضوء على رأسها. ها هي، لقد انتهيت، تبدو جميلة. رحبي بدميتك الجديدة. هل فقدت عقلك؟ انظر إليها. أنا أبذل قصارى جهدي. لا أدري ماذا تريدين مني أن أفعل. مهلا لحظة، لدي فكرة رائعة. يمكنني استخدام هذا الخيط، لكنني سأكون بحاجة إلى إبرة. سأدفع الإبرة في رأس الدمية وأخرجها من الجهة الأخرى، ثم سأزيل الإبرة. والآن سأفعل الشيء ذاته بالخيط الأصفر. سأضعه بجوار الخيط الأول. سأواصل فعل هذا حتى يمتلئ رأسها بالشعر. انظري إلى شعرها، إنه رائع. أصبح لديها شعر ملون بألوان زاهية. ما رأيك يا ماديسون؟ إنه رائع وزاهٍ أيضاً. شكراً يا أبي، أنت مذهل. هذا صحيح، أليس كذلك؟ ربما علي تسريح شعري مثل شعر دمياتك. يجب أن أضع الأكواب. هل تقيمين حفل شاي يا صغيرتي؟ هذا لطيف جداً. والآن أين إبريق الشاي؟ هذا الشاي طازج، أعلم أنكم ستستمتعون بشربه. وحضرت لكم بعض الحلوى. لا تقلقوا، يوجد ما يكفي الجميع. ولدي شيء آخر شهي، إصبع نقانق لذيذ. مهلاً، هل هذا كافٍ؟ نحن ثلاثة، لكن لدي إصبع نقانق واحد. لن ينجح هذا، ربما يمكنني تقطيعه إلى ثلاثة قطع. يمكنك فعل ذلك يا عزيزتي. أري إصبع النقانق قوتك الحقيقية. إنه لا يقطع. أوبس، عذراً أبي. ماذا يحدث؟ نحن ثلاثة أشخاص، انظر. أنت محقة، هذه مشكلة. واحد، اثنان، ثلاثة، ولدي إصبع نقانق فقط. يجب أن نفكر في حل. ربما وجدت الحل. انظري إلى هذه الأداة الصغيرة، هذا ما نحتاج إليه بالضبط. مرحباً، أريد طلب أحد منتجاتكم. انظري إلى هذه يا ماديسون، ستقطع النقانق بسرعة. هيا جربيها. هيا نجربها. سأفتحها وأضع إصبع النقانق في الحامل. ستقطع الألواح المعدنية إصبع النقانق إلى قطع صغيرة. واو، كان هذا سهلا جدا. ماذا يخترعون لاحقا؟ واو، ابتعد الآن. ليس بهذه السرعة يا عزيزتي. سأضعها في طبقك، تفضلي. شكرا لك، افتح فمك. ماذا كنت سأفعل بدونك؟ أليست التكنولوجيا رائعة؟ استمتعي بحفل الشاي يا عزيزتي. هيا أيها الدب.
إنه كلب شجاع، عليك قراءة هذا، كان في البلدة قط لص. هذه مزحة. حسناً لقد فهمت. ماديسون، ماذا هناك يا أبي؟ خذي الكلب للتمشية. لا بأس، يجب أن أستعد. حسناً أنا مستعدة، هيا بنا. مهلاً لا تنسي كيس البراز. هذا مقزز، لا أريده. حسناً سأتي معك لننهي هذا الأمر. المكان لطيف، أليس كذلك؟ ما المشكلة؟ حسناً أنت تقضي حاجاتك. هي يفعل الجميع ذلك. ماذا أكلت؟ خذي هذا يا عزيزتي، أنت من أردت اقتناء كلب. حسناً، لما علي دائماً فعل الأشياء المقززة؟ لا أريد لمسة، رائحته ندنة. عذراً، لا يمكنني فعل ذلك. لا يمكننا تركه هنا. أعلم ذلك، يمكنني استخدام مشبك شعرك، سأستخدمه لالتقاط البراز. شاهدي وتعلمي، سأضع المشبك داخل الكيس، والآن يمكنني التقاط البراز دون الحاجة إلى لمسه، ثم سأقلب الكيس. لقد تمت المهمة، سنضع الكيس في القمامة. أنا ذكي جداً، يمكنك الآن استعادة مشبكك، هيا بنا. انظري ماذا لدي، بعض الخضار الشهية ودلو من الدجاج المقلي، سأستمتع بتناوله. يا لها من رائحة طيبة. يجب أن نتحدث، أنت ستتناول الدجاج وأنا سأتناول هذا. هي، لست أنا من وضع هذه القوانين، أعني انظري إلى هذا الرسم، هل ترين هنا دجاجا مقليا؟ هيا. لقد وجدتها، أعتقد أن علينا لعب لعبة. مهلاً، أنت لا تقصدين. حسناً، أنا أحب التحديات الممتعة. سنتبادل الطعام إن فزت أنا. أنا موافق، لنبدأ. لقد أحضرت الكريمة، حتماً ستندمين على هذا. حسناً، لا يهم. حسناً، إنها جاهزة. هيا بنا، هذا مشوق جداً، يراودني شعور جيد حيال هذا. لا شيء، إنه حظ المبتدئين، دوري الآن. أعلم أنه لن يحدث شيء. لا، مرحبا، لقد فزت. هذا ليس عدلا. أنت تقول هذا دائما، والآن أعطني الدجاج. هذا أفضل بكثير، أنت محق، رائحة هذه القطع المقرمشة طيبة بالفعل. هي، مهلا، لنلعب لعبة أخرى. لا، لا أريد. كان الأمر يستحق المحاولة، أنا أكره الخضار. لا لا. ماديسون، هل سقطت عن السرير مجدداً؟ كيف يمكنها البقاء نائمة؟ نامي هنا، لحسن الحظ وجدت الحل المثالي، سيلقيها هذا في مكانها وهكذا لن تسقط أبداً. ماذا؟ كيف فعلت ذلك؟ يحدث هذا كل ليلة، لكن أعتقد أنني عرفت ما سأفعله. سأضع إسفنج المصباح على حافة إطار السرير، سأصنع به شقوقاً كي يبقى ثابتاً، وعندما تتحرك ماديسون سيكون الحاجز الإسفنجي بمثابة مصد ولن تسقط بعد الآن. أنا سعيد جداً لنجاح هذه الحيلة، والآن يجب أن أكون هادئاً. مرحباً. أجل، يعجبك ما شممته هنا، أليس كذلك؟ إنها شطيرة. أريد واحدة. حسناً. نقود. أجل، بهذا الثمن. أريد شطيرة واحدة رجاءً. يسرني هذا، ستكون أفضل شطيرة تناولتها. سأعطيك كل الاختيارات يا أبي، والمزيد من اللحم المقدد أيضاً. انظر إلى هذا الجمال، بالهناء والعافية. إنها تبدو رائعة، شكراً لك. ماذا؟ تحولت إلى روبوت فجأة. تحب روبوتات الشطائر، أليس كذلك؟ هذا مذهل. بدأت أجواء الحفل تعم المكان، ولقد فعلت كل هذا بنفسي. آمل أن يعجب ماديسون، لا يمكنني أن أنسى تغليف هديتها. ها هي تبدو مغلفة باحترافية، شكرا جزيلا لي. ها هي آتية الآن. أين أضع الهدية؟ لن تراها هنا، أليس كذلك؟
عيد ميلاد سعيد! لقد أصبحت أكبر بعام واحد وقد حان وقت الاحتفال. يا للهول، هديتها! لا يمكن أن يكون هذا جيداً. وأين هديتي؟ أغلقي عينيك. حسناً، ماذا أفعل؟ هل يوجد ما يمكن إنقاذه بالأسفل؟ لدي فكرة، يمكنني تحويل هذه إلى شيء جيد. استخدموا الغراء الساخن على قاعدة المربع، ثم ضعوا قطعة أخرى في الأعلى وكرروا الشيء نفسه، ثم أضيفوا قطعة على جانبها. ها نحن ذا. ثم أضيفوا قطعة إضافية في المنتصف. ثبتوا العصا بقليل من الغراء، ثم أضيفوا هذه القطعة بالأعلى. والآن ضعوا العلبة في الوضعية الرأسية، ثم أضيفوا مجموعة منها معا. أضيفوا لمستكم الخاصة، ثم سنضع الحلوى. لقد اخترت حلوى ماديسون المفضلة، سيعجبها هذا كثيرا. إنها الهدية المثالية بكل بساطة. افتحي عينيك، عيد ميلاد حلو لك يا عزيزتي. هل تمازحني؟ أريد بعض حلوى الدببة الهلامية أولا. هذا رائع، الأحمر هو لوني المفضل. هذا أفضل عيد ميلاد على الإطلاق. الآن سأحصل على بعض الشوكولاتة. هذه كرة ضخمة. دعيني أساعدك في أخذ هذه الحلوى هنا. أخبريني متى أتوقف. أوهو، إنها كلها لي. بعض الحلوى لحلوتي. إنني أجعل المطر يهطل، هذا ما أفعله طوال اليوم. أوه أجل، لدي نقود كثيرة يا أعزائي. يبدو أن علينا التنظيف قليلا. سأساعدك في هذا يا عزيزتي. أوه أرجوك، لا مزيد من هذا، أنا أصر. لا مزيد من هذا؟ لا يملي علي أحد ما أفعله. يا إلهي، هذا يكفي يا ماديسون، قلت لك تعالي إلى هنا الآن. أبطئي من سرعتك، أنا عجوز على فعل هذا الهراء. من السيء أنك عجوز جدا. ما الذي فعلته لأستحق هذا؟ مهلا، أعلم ما يمكنني فعله لإيقاف هذا الجنون. كل ما أحتاج إليه هو قطعة كرتون صغيرة. ضعوا قضيبين صغيرين في منتصف المربع وضعوا عليهما نابضين. والآن ضعوا هذه القطعة بالأعلى، ثم أضيفوا هذه القطع الإضافية حولها. ألا تبدو هاتان العينان مضحكتين؟ لن يضرنا إضافة بعض الألوان أيضاً. هل تريدين أن تري ما أعددته؟ إنه لطيف نوعاً ما، أليس كذلك؟ شاهدي وتعلمي. هل أنت جائع أيها الصغير؟ تناول طعامك. ماذا؟ عليك أن تدعني أحاول. هذا لا يصدق. مرحى، لقد نجح. أجل بالفعل، وانظروا من تلتقط العملات الآن. هذا أمتع كثيراً، أليس كذلك؟ أجل، أنا متأكدة من أنه جائع. هذا ممتع جدا. أوه، تفضلي. حسنا أيها الطلاب، من يريد مساعدتي هنا؟ دعوني أرى. ماذا؟ أنا الوحيد هنا اليوم. من هنا غيري؟ حسنا أنت. بالطبع، أعلم أنك على قدر التحدي. سأبذل ما في وسعي يا أنستي. هذا كل ما أطلبه. حسناً. أوه، هذا مثير للاهتمام، لكن لا داعي للقلق. سأضع بعض التعديلات فحسب. الآن لما لا تحاول مجدداً؟ لا بأس، لا أدري ما الصعب في الأمر. سأتتبع الأرقام هكذا. سأحصل على امتياز في هذا. هذه 4 زائد 1 آخر. يبدو أنني انتهيت. أوبس، خطأ بسيط هنا. تدا، يا إلهي، أكره فعل هذا، لكن أوه، أعتقد أن هذه ستساعدني. تفضلي أيتها المعلمة. حسناً، لنجرب هذا مرة أخرى. لنرى. أوه، أعتقد أنني وجدت حلاً للمشكلة. لا أحتاج إلى هذا، لكن سيكفي هذا بالغرض. أجل، ابدأوا بمستطيل طويل فحسب وارسموا الأرقام على جانب واحد. حسناً، لقد عدت. استخدم هذا. أوه، لا أحتاج إلى هذا بالتأكيد. آسفة، لقد نسيت تفصيلة واحدة. أولاً نحتاج إلى قليل من اللمعان. انظروا إلى كل هذه الحبيبات. والآن أصبحت لدينا أرقام جميلة. هل ترى؟
واو، أحب كل هذه الزينة اللامعة. إذن لنجرب مرة أخرى. حسناً، الآن تعلم ما عليك فعله. شاهدي هذا السحر بسلاسة تامة. ألا تتفقين معي؟ الآن لندفع الدليل. هل نظرتم إلى هذا؟ يلا من أرقام رائعة، وأنت تعلم ما ذلك. امتياز، هذا صحيح، صدقني. يا إلهي، أنا جائع اليوم بالتأكيد. أو حسناً، سأعود إلى العمل. أو ربما علي تنظيف الأطباق أولاً. هيا لا تسوف العمل. أهم يا عزيزتي. أو ها أنت ذا. عجل، حان الوقت لبعض أعمال التنظيف. لا أعتقد ذلك، لقد أديت أعمالي المنزلية للتو. هل ترى؟ إنه دورك يا أبي. دعيني أفكر في هذا. في الواقع سينقذ هذا الصندوق الكرتوني اليوم. لدي فكرة جيدة جدا. بعد أن تقص الصندوق هكذا، استخدموا الغراء الساخن على الحافة هنا، ثم ألصقوا هذه القطعة به. فور أن تنتهوا من كل القطع، استخدموا مشبك الملابس هنا في الأسفل، ثم وزعوا هذه اللافتات الصغيرة هكذا. وهذه هي الطريقة يا رفاق. ما رأيك أن نلعب لعبة الكرة والدبابيس؟ هذا رائع. سيغزل الخاسر الصحون. أوه، لتبدأ المنافسة. لما لا تبدأين أولاً يا ماديسون؟ انطلقي. أوه، حركيها حول ذلك المنحنى. كادت تصل. 20 نقطة. عجل. حسناً، دعيني أجربها. ها، يا للهول. يبدو أنك ستغسل الصحون يا أبي. حظاً موفقاً في المرة التالية. كيف الحال يا أبي؟ هل لديك مساحة لطبق آخر؟ شكراً لك. الكرة والدبابيس، أين كان عقلي؟ حان وقت النوم. يمدني هذا بشعور رائع. هل أنتم مستعدون لبعض العزف؟ سأجعل آذانكم تنزف. ماديسون، تأخر الوقت جداً على عزف الروك أند رول. اسمع ما تعلمته. أرجوك، أحتاج إلى النوم قليلاً. حسناً، ربما إن عزفت بهدوء. ستكون هذه ليلة طويلة. هذه الأغنية للمعجبين بي. أجل. هذا كافٍ. هل هذا الصندوق الذي جاء جيتار ماديسون فيه؟ هذا هو الحل لمشكلتي. يمكن أن أتحلى بالأمل أخيراً. شاهدوا جيتاري المصنوع من الورق المقوى. هل ترون هذا؟ الآن كسرته إلى نصفين. ضعوا القطعتين هنا واستخدموا هذا المعول لعمل بعض الثقوب، ثم استخدموا الخيط لعمل الأوتار. هيا أثبتي. ألصقوها بشريط لاصق لتثبت مكانها. الآن استخدموا الغراء الساخن على مؤخرة الجيتار بأكملها، وهقد انتهى. يبدو مثل الجيتار الحقيقي، أليس كذلك؟ لن أخسر شيئاً. سأبادلك هذا الجيتار بهذا. جرى هذا بسلاسة أكثر مما توقعت. يا للراحة، طابت ليلتك يا عازفة الروك الصغيرة. عاجلاً أم آجلاً، تضطر النساء لإجراء اختبار الحمل. ردود أفعالهن تختلف تماماً، حتى لو حصلنا على نفس النتيجة، لكن الصراخ أحد الآثار الجانبية الشائعة. بشكل عام، تنقسم الحوامل إلى طيبات وشريرات. مرأتان حاملتان وشهيتان مفتوحتان، يبدو لذيذاً. يشتهي الجنين الطماطم. طيبة. هل هذه الكيكة جيدة؟ أعمل أنها حلوة بما يكفي. كلا، إنها مقززة. أبعدي هذا الطبق عني. أنا آسفة جداً. من طلب هذا البرجر؟ هذا أفضل بكثير. أهلاً، تعالي. قلت مايونيز وخردل وخس ومخلل.
حسناً، دقيقة واحدة. سيعجبك هذا. هل تريدين خليطاً من المالح والحلو؟ تحققت أمنيتك. سأضع الكثير. هكذا حان دور الكريمة المخفوقة. أظن أنك تريدين الكثير منها، صحيح؟ ما أجمل هذا المنظر؟ لا يبدو سيئاً. ورشات الزينة طبعاً. إنه جاهز. بالعافية. النادلة عرفت طلبي بالضبط. أهلاً بالنشويات. تعالي إلى بطني. لكن مع القليل من اللحم أشعر أنه عيد ميلادي. لذيذ. يا سلام، هذا الأكل الطيب. لم أشعر بمثل هذه السعادة في حياتي. ألا تتفقين معي يا بيلا؟ أظن أن شهية سدت. يا إلهي، الفوضى تعم الغرفة. التنظيف يتعبني كثيراً. سيكون هذا صعباً. ربما من هذه الزاوية. بيلا، عدت للمنزل. نظفت المنزل لك يا عزيزي. لا تقل كلمة أخرى. أعلم أن يومك كان شاقاً. الكثير من التوتر. اجلس واحتسي بعض القهوة. أنت تدللينني. لدي أفضل زوجة في العالم. نحن ثنائي مثالي. أنا أتضور جوعاً. لا أريد أن أكلها. لا يمكنني الانحناء لالتقاطها. يا إلهي. عزيزي، ما الأمر؟ أوقعت رقاقة بطاطا وبعض الجوارب. حسناً، التقط كل شيء يا عزيزي. الأرضية في حالة فوضى. سأريح قدمي عليه. واصل. الحمل صعب على الوالدين. تحدث عن نفسك فقط. يا سلام، مقعد شاغر. هل أنت بخير يا طفلي؟ هل يمكنني؟ ربما ستحسين بركلته. واو، إنه كبير الآن مثل الساحر. واو، هل يمكنني؟ شكراً. مرحباً يا صغير. كما يقال، الصحبة حلوة. طالما أني سأظل جالسة. سأفتقد أصابعي. الحال من بعضه. سيعلمكما هذا عدم لمس بطن امرأة حامل. على الأقل استأذنا أولاً. هل أنت خائف؟ ألا تريد لمسها مرة أخرى؟ ماذا عنك؟ غريبة أطوار. قوليها مرة أخرى في وجهي. اركضي. غريب أطوار. المقعد بأكمله لي الآن. أجل، أنا وأنت فقط يا صغيري. لا مزيد من الأيدي. هذا ما يأكله الرضع؟ مذهل. يمكنني تحضير طعام صغيري بنفسي. من الجيد أن المكونات متوفرة. هذا يكفي. آمل أن يحب الجنين الموز. القليل فقط، بدون زيادة. ممتاز. يجب أن تكون حرارة الماء معتدلة. نعم، مثالية. حان وقت السحر الحقيقي. كل شيء جيد حتى الآن. سأرج الرضاعة الآن. أظن أنه جاهز. يجب أن أتحقق منه أولاً. رائحته زكية. ليس سيئاً. هل أعجبك يا جنيني؟ كم أنا سعيدة. سأكون أماً رائعة. ماذا؟ ماذا يأكل الجنين؟ هذا لا يصدق. لكن هل يجب أن أحضره بنفسي؟
لن يكون صعبا فعلا. لم يرني أي أحد. آمل أن تكون المنضدة نظيفة. ما التالي؟ القليل من الماء. هل هذا يكفي؟ سأخلط المكونات معا. مقزز، هل أعجبك ذلك يا جنيني؟ يبدو أنه لم يعجبها. لن أجبرك على أكل هذا، لكننا نحب النقانق وأعرف كيفية تحضيرها. إلى الرضاعة. هل هذا المزيج مناسب؟ هذه المكونات جيدة. آمل أن تعجب طفلتي، لكن ينقصه شيء. أجل، أهم مكون، الكولا المنعشة. يمكن لها شرب الكولا، صحيح؟ هذه فكرة رائعة. لن أضع الكثير منها. يبدو شهياً. العشاء جاهز يا حلوة. هذا اللون غريب. هل أعجبك؟ سأكون أماً مثالية. هل أعجبتك هذه القصة؟ طلبي؟ وصل الطلب يا عزيزي. كان ذلك سريعاً، لا أستطيع الانتظار. آمل أن يكون المقاس صحيحاً. ما أجمل هذا اللباس، إنه جميل وصغير. أنا أعشق طفلتي قبل رؤيتها. أجل، سأحتفظ به بالتأكيد وسأضيفه إلى مجموعة ملابس صغيرتي. هذه المجموعة تكبر، هذا رائع. شكت المجموعة على الاكتمال، هذا أفضل. حسناً، هيا بنا. حان وقت صنع الملابس للصغيرة. يمكنني القياس بالنظر. على ما أظن سأرسم قطعة الملابس. الأكمام صغيرة. حان وقت الجزئية الممتعة، المقص. هذا ليس صعباً على الإطلاق. الزوايا الصعبة هكذا. هناك خطأ. هذه القطعة هي ما أريد. يمكن للدباسة فعل كل شيء. لا حاجة إلى آلة الخياطة. انتهيت. المقاس صغير جدا، سيناسب صغيرتي تماما. حسنا، سأضيف هذه الملاحظة. أظن أني بدأت أفهم الدرس. تبان، نفذ الحبر من قلمي. من الجيد أن معي احتياطي. سيعمل هذا القلم بتأكيد. لست مرتاحة به. سأجرب قلما آخر. سأختبره. خفيف على يدي وطري على فمي. هذا القلم المثالي لي. هذا أفضل. وعدنا إلى الدرس الآن. هذا؟ توقف قلمي الغبي عن العمل. ما هذا الحظ؟ كل هذه أقلام؟ ربما ستعيرني واحداً. كلا، لا أستطيع الطلب منها. لابد من حل. قلم مرمي. جيد، حان وقت التسلل. أنا جاهزة، انطلاق. سأزحف تحت الطاولات. ماذا يحدث؟ ها هو، جائزتي. أجل، حصلت عليه. سأعود إلى مكاني. عظيم، أين كنا؟ لا، هيا، بعد كل التعب. أنا مضطرة للطلب منها. يا إلهي، مرحبا. ها،
قضيت بنوم هانئ. صباح الخير آنسة سوسو، ما أحلاك. لنلتقط الصور معا، صديقتان للأبد. أوه كما أنت ظريفة، سأنشط شعرك أيضا. حان وقت الفطور، تفضلي تناولي القليل منه. يا لك من قطة مهذبة. طعمه لذيذ صحيح؟ شكرا يا ديابلو على مرافقتي. انظر ماذا أحمل في يدي. أنت كلب مطيع، تستحق هذه المكافأة. حان وقت تسريح شعورنا، سأختار طوقا يناسب إطلالاتنا. أجل، إنه مناسب تماما. ممتاز، ما رأيك؟ هذا سيبدو جيدا عليك. هكذا، كما أنت وسيم. ما أحلى المدرسة. لا، كل أغراضي في خزانتي. فيضان من الجمال. ماذا سأفعل الآن؟ وجدتها، سألعب معها. كان هذا ممتعا، لكن كيف سأعيدها إلى خزانتي؟ أغراضي كثيرة، يجب أن أتخلص من بعضها. سيكون هذا صعبا. هذا لك وهذا لك، وأنت وأنت أيضا. لماذا أعطتني هذه اللعبة؟ سألقي نظرة. يبدو أن المكان ضيق هنا. سأحشر أغراضي، لا مشكلة. لا، ابقي بالداخل. تبان، هذه الطريقة لا تعمل. ابقي مكانك أيتها الأغراض. لماذا لا تستمع أغراضي لي؟ ربما يجب أن أدفعها أكثر. أظن أن هذا يكفي، ابقي مكانك. أوف، نجحت أخيرا. أو تبان، هذا الفيلم رائع. أنت محقة، لقد أعجبني. وهذا الفشار لذيذ. أو آسفة، تفضل. سأطعمك بيدي، أنت تستحقين التدليل. إنه لذيذ. المكان حار قليلا. اشربي هذه الكولا، إنها مثلجة. شكرا عزيزي، هذا أفضل. أوف، هذه المقاعد غير مريحة. وجدتها، خذي هذه الوسادة. تفضلي، ستساعد ظهرك. هذا أفضل بكثير، أنت الأفضل يا عزيزي. أنت رائعة. كلا، أنت الأروع، سأضع قدمي عليك. أنا متشوقة للقاء طفلنا الرائع. حسناً، هل أنت مستعدة؟ سأدمرك بضربتي النهائية. أنت بارع في هذه اللعبة، خذ. سأعود لمواجهتك. حبيبي، هل يمكنك أن تحضر لي وللجنين شيئاً نشربه؟ طبعاً، سأعود حالاً. تفضلي، مشروبك المفضل. إنه منعش، صرت أريد الرقص. سأساعدك على ذلك. رائع، إنها أغنيتي المفضلة.